لكل عشاق الكورة. انتهت خلاص الأجندة الدولية، وشايفك ياللي بتقول شبعنا والدياد، عايزين نخش على الجد. دايما الأجندة الدولية وخاصة لما بتكون ودية بتبقى عامل ملل لكل عشاق الكورة في العالم. هيرجع الدوري الإنجليزي بمنافساته القوية ببداية أرسنال الكبيرة وعودة اليونايتد، والأمل في فوقان الليفر نرجع نشوف تاني السوبرمان هالاند. والدوري الأسباني اللي فيه الريال محدش قادر يوقفه، ونسأل برشلونة هيعمل ايه مع الإصابات الكتير. وفي إيطاليا اليوفي وإنتر لسه بعيد بعيد قوي، وميلان مش مقرر هيحافظ على اللقب ولا لا، ونابولي مع سباليتي ناوي يخطف البطولة. وحاجة كمان، وحشنا قوي الدوري المصري. يا اهلا بحضراتكم، حلقه جديده من رقم 10. يا اخي الفيفا ديت الاجنده الدوليه حاجه سبحان الله في منتهى الملل في كره القدم، في منتهى الملل. صحيح احنا نحب ماتشاتنا الوديه منتخب مصر عشان منتخبنا، بس تزهق من الكوره في العالم، مش عايز تتفرج على مباريات في العالم. نفس القصه بقى لكل جماهير الكوره في العالم. الاجنده الدوليه دي حاجه خلاص الوقت بيجري معاها ببطء شديد. يرجع تاني بقى من يوم الجمعة دوري أسباني، دوري ألماني، دوري إيطالي، دوري فرنسي، وطبعا ملك ملوك البطولات الدوري الإنجليزي هيرجع ونستمتع بقى. نستنى نشوف أرسنال هيستمر ولا لسه كتير قوي على أرسنال التاريخ. لا شكله هيستمر شويتين تلاتة. مانشستر سيتي واخد الناقة وعمال يجري، ومعاه سوبرمان هالاند، سوبرمان حقيقي يعني، حاجة إعجاز. الليفر لسه بعيد، صلاح لسه بعيد، فيرمينيو بعيد، نونيز لسه ما كانش صفقة أو ما تقالش عليه صفقة سوبر حقيقي للليفر، جوتا لما بيشارك مش هو جوتا البدايات، لويس دياز صحيح لعيب كويس بس برضه مش مكان ساديو ماني. في تفاصيل كده يعني في الليفر أهمها نص الملعب اللي فيه مشاكل كتير قوي وفي أزمات كتير قوي. صحيح ليفر حاول يلحق نفسه بارتور ان هو يجيبه يدعم بنص الملعب، ودييجو رجع من الاصابه، تييجو الكانتارا رجع من الاصابه فحسن الامور شويه. الناحيه الثانيه تشيلسي هو بيغير مدرب، بيعمل انه يفوق مره اخرى. توخيل مشي وبعد كده اتقال انه تشيلسي هيمر بمرحله صعبه رغم التدعيمات المحترمه جدا، ابرزها طبعا كوليبالي في الدفاع وستيرلينج في الهجوم. مانشستر يونايتد مع تين هاج قدر يفهم او يشوف المشاكل اللي في مانشستر يونايتد، فبدا يحقق نتائج رائعه جدا بعد اسبوعين في منتهى السوء في الدوري الانجليزي. توتنهام مع كونتي في الصوره، دوري حلو قوي، تقعد تعد الفرق اللي بتتنافس وما بتخلصش، تعد ما تخلصش. دوري الاسباني ريال مدريد ببنزيما بغير بنزيما مع انشيلوتي، مفيش هزار، فرقه جامده قوي، فرقه جامده قوي تكسب اي حد. كسبان اتلتيكو مدريد اخر مباراه ولسه مكمل متصدر الدوري بالعلامه الكامله. برشلونه كان بدا يفوق وبدا يظهر قوه من القوة اللي كان بيقدمها زمان في سنوات ماضيه، سنوات ليونيل ميسي وتشافي وانيست، بس حظه السيء انه اصابات بالجمله، اصابات عديده. فين؟ في الاجنده الدوليه. كل لاعب وده برشلونه المنتخب بلاده رجع له متصاب. اي لاعب بقى عد زي ما انت عايز، اروخو ودي يونج وكوندي وكل اللاعبين اللي اتصابوا او اتعلن ان هم مصابين بالجمله، تتكلم في 5 أو 6 لاعبين على الاقل. بس ليفا لسه عايش، ليفا سليم، ليفاندوفسكي اللي الناحيه الثانيه في انجلترا في هالاند، في اسبانيا في ليفاندوفسكي، والاثنين كانوا بيلعبوا في المانيا، والان بعد ما كانوا يتنافسان على مستوى دوري واحد هو الدوري الالماني، الان يتنافسان على المستوى الأوروبي، أقوى دوريين في العالم، الدوري الإنجليزي هالاند والدوري الأسباني ليفاندوفسكي، الاثنين فاتحين على الرابع، فاتحين على الرابع في الأهداف، مفيش بعد كده هزار. إيطاليا بقى الحكاية حكاية، اليوفي رغم التدعيمات مع أليجري عايش مأساة والنتائج في منتهى السوء.
وعايز امشي أليجري، بس أليجري الشرط الجزائي بتاعه كبير، فهيبقى عندي مشكله لو مشيته. فاليوفي شكله مكمل مع أليجري. الميلان سطر ويسيب سطر صاحب اللقب طبعا، مش هو الميلان بتاع السنه اللي فاتت. الانتر بعيد، ونابولي مع سباليتي عامل اداء رائع في الدوري الايطالي وفي البطوله الاوروبيه طبعا. دوريات حلوه والكلام عنها حلو وحماسي ويبسط. اهي راجعه من يوم الجمعه، من يوم الجمعه بكره ان شاء الله ننبسط بقى ونفرح ونشوف كره حلوه وحقيقيه. ولما قلت في الانترو انه وحشنا الدوري المصري، انا ما بقولش كده اسقاط او هزار، واحنا بنتكلم على الاسباني والالماني والايطالي والانجليزي، مش بقول اسقاط. سواء يا اخي كده هو الحياه كده، انت ممكن تحب تاكل بيتزا، تحب تاكل برجر، تحب تاكل اكل اوروبي واجنبي، بس الكشري كشري. الحلو في الكشري هو الكشري، ما تقعدش بقى تقول اصل ده بيتعمل ازاي وده بيتعمل ازاي. نفس القصه قالوا لي والطعميه برضه، كشري والطعميه، هي القصه كده في الدوري المصري. هتحبه بقى بعد ما تتفرج على المباراه تقول ايه ده؟ جابت لي حموضه، بس هتاكلها تاني. هتتفرج عليها تاني. حب كده. فالدوري المصري وحشنا. نص اكتوبر ان شاء الله يرجع الدوري المصري وننبسط ونشوف اللعيبه والصفقات الجديده اللي اتنقلت من فريق لفريق. بس المهم يبقى دوري منتظم. نحلم ونتمنى ونطلب ونترجى، أرجوكم يبقى دوري منتظم. نشوف بقى الدوري بقى عشان إيه نبدأ نقول والله إحنا فعلا عندنا أقوى دوري في المنطقة العربية، أقوى دوري في القارة الأفريقية، عشان نقولها كده وإحنا متفشخرين كده وعارفين وواثقين من كلامنا. بس الدوري اللي بيمشي على سطر ويسيب سطر ده ما يبقاش دوري قوي بصراحة يعني. دوري ممتع عشان بنحبه، بس عايزينه دوري قوي جدا عشان يخرج لعيبة لمنتخب مصر، وساعتها نقدر ساعتها نقول فيتوريا والله كويس ولا مش كويس. نروح لأخبارنا. أول الأخبار يخص مصطفى شلبي، وقبل ما أقول لكم الخبر تعالوا نعرف الخبر زي ما بيقولوا إيه من مصدره، من مصدره. معنا عبر الهاتف الآن الدكتور شريف أبو الغيط المتحدث الرسمي باسم نادي إنبي. يا فندم صباح الخير، مشرف ومنور. صباح النور يا فندم، أهلا بيك كابتن كريم. شرف ليا يا فندم. ده شرف كبير ليا يا فندم. أخبار حضرتك إيه؟ الحمد لله تمام. طيب الموقف، أنا عارف السؤال ده اتسألته 1000 مرة بالنسبة لمصطفى شلبي، أنا عارف إنه اتسألته 1000 مرة بس أكيد بيبقى فيه أبديت كل شوية. أكيد بنقول لربما يكون فيه ابديت. طيب هو مصطفى راجل منتظم في معسكر الفريق عندنا في برج العرب، وكان وصل المعسكر متاخر يوم عن الفرقه، وده اثار لغط كبير، وكان حاطط على الانستجرام بتاعه برضو ستوري كده ما كانتش مفهومه قوي، فبرضه اثار لغط اكبر. ولكن اللي اقدر اقول حرك عليه ان هو ملتزم تماما في المعسكر، بيتدرب وممكن ياخد جزء من ماتش بكره ان شاء الله اللي هنلعبه مع جمهوريه شبين في ماتش الودي ان شاء الله. ممتاز، يعني هو مكمل مع انبي باذن الله تعالى. كابتن كشري الحقيقه يعني مصمم عليه، واحنا بنحترم المدير الفني بتاعنا، ومتفاهمين جدا رغبه اللعيب جدا، متفاهمينها جدا، وبنتكلم معاه وان شاء الله كل الخير باذن الله تعالى. طيب هل كان في اي بيقولوا يعني انه كان في مبالغات شويه في طلبات انبي الماديه، هل كان في مبالغات شايفها مبالغات تعجيزيه عشان تبكوا على مصطفى شلبي، ولا هي كانت مطالب منطقيه؟ طيب انا اشكر حضرتك على السؤال. فضل. لان ده سؤال مهم الحقيقه، واثار برضو لغط كبير جدا. صحيح. طب اشمعنى ما حصلش مبالغات مع محمود جاد؟ اشمعنى ما حصل يعني ما حصلش مع ايبوكا؟ لا يا فندم، ما كانش في مبالغات. انا باكد لسيادتك تاني ان كان النادي الاهلي الاقرب للعيب، والارقام كانت قريبه جدا من بعض، ويعني كان انا كنت شايف ساعات والصفقه تخلص، ولكن انا شايف ان خروج النادي الاهلي من الصفقه كان عشان جانب فني، احتراما لمدير الفني الجديد، لكل الاحترام، ولكن لم يكن له علاقه خالص بالمبالغات. هل انبي اتفضل يا كابتن. اتفضل. بدايه يا فندم زي ما قلت لسيادتك كده، بقيه اللعيبه بتاعتنا بتنتقل باسعار عاديه جدا. يعني محمود جاد طلع بمبلغ اقل من صبحي اللي كان اللي كان المفروض فاركو هيفعل العقد بيه، فده مش معناه ان احنا بنبالغ خالص. محمود جاد لعيب شاب وصغير، جون ايبوكا راح سيراميكا كليوباترا له كل الاحترام. فطب ما انا كان ممكن يعني لو في مبالغه الاهلي والزمالك ما قدروش يشتروا اللعيب وسيراميكا تشتريه، فطبعا يا فندم لا ما كانش في مبالغه. طيب هل طلب النادي الاهلي ان يكون في صفقه تبادليه في صفقه مصطفى شلبي وانبي رفض ده؟ لا يا فندم، انا اللي طلبت، احنا انبي اللي طلبنا، ولكن لقينا ان انا كنت يعني انبي كنا طالبين محمود متولي بايني. طبعا ولاعيبه الاهلي لما تخش اي فريق ده شرف كبير جدا للفريق واضافه كبيره جدا، مفيش شك في كده. طبعا محمود متولي، محمد محمود،
اي لعيب حط رجليه ولبس الفانيله الحمراء شرف لاي نادي ان هو ياخده عنده. المشكله عندنا احنا يا فندم ما نقدرش نعمل صفقات تبادليه بمنتهى الصراحه لا مع النادي الاهلي ولا نادي الزمالك ولا نادي بيراميدز تحديدا، لان مرتبات اللاعبين عاليه جدا بالنسبه لسقف الراتب عندنا. لو انا جبت لعيب بمنتهى الـ 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 يعني المنطقيه عندي هبوظ غرفه خلع ملابس. احنا عندنا سقف معين للرواتب، اقل لعيب في الاهلي والزمالك دبل اللي انا بدي بمنتهى الصراحه. صحيح، فالموضوع بقى صعب بالنسبه لك انك تاخد لاعب من النادي الاهلي، مش انك تدخله الصفقه البدوليه الا لو كان وافق انه مثلا يقلل الراتب بتاعه، ده ما كانش هيحصل. صعوبه يعني. صعب جدا، لان بقول لسيادتك يعني باي نيم اللعيبه اللي انا ذكرتها لحضرتك دي نتمنى يعني طبعا شرف لينا احنا كمان ان هم يكونوا موجودين معانا، ولكن الحقيقه الضرر هيبقى اكبر. بقول لسيادتك دبل السالري او دبل يعني خلينا نقول الانيوال العقد بتاع اللعيب او الراتب بتاعه دبل اللاعب اللي عندي اعلى عقد. طب معنى كده ان انا هبوظ الدنيا فعلا. صحيح. طيب هل الزمالك دخل في اي لحظه من اللحظات في صفقه مصطفى شلبي، طلب من انبي انه يضم اللاعب؟ من بعيد لبعيد عن طريق وكلاء كانوا بيتكلموا، ولكن نادي الزمالك كاداره محترمه لا ما حصلش ان حصل يعني كلام، ولكن من بعيد لبعيد كانوا بيتكلموا. طيب سؤالي دلوقتي يخص انبي بشكل عام يا دكتور شريف. انبي معتادين عليه في الكره المصريه انه من الفرق اللي ينفع يتقال عليها بين قوسين فريق كبير، فريق دايما ينافس على بطولات في وقت من الاوقات، فريق يصارع الاهلي والزمالك في مناطق متقدمه في الدوري، مبارياته مع الاهلي والزمالك والفرق الكبيره هي مباريات صعبه وبصراحه شديده. احنا بنتكلم في سنتين او ثلاثه انبي بعيد عن التاريخ العظيم دوت كخلفيه او كمستوى كان بيقدمه انبي في الدوري. هل نتوقع انه انبي ممكن الموسم اللي جاي يرجع انبي بتاع زمان، انبي البدايات في الدوري المصري؟ طب خليني اشكرك يا كابتن كريم، لان ده معناه ان حضرتك محب النادي انبي. طبعا يعني اللي حضرتك بتحكيه ده شرف كبير لينا. طبعا فعلا انا باكد كلام سيادتك، احنا بقى لنا موسمين ثلاثه مش احنا. يمكن الكلام ده عشان برضو اتكلم بمنتهى الصراحه ارتفاع شديد جدا في الميزانيات بتاعت الفرق. عندنا طبعا شركه محترمه بتصرف علينا، المهندس محمد عبد العزيز رئيس وزاره الشركه وزاره البترول، ما حدش الحقيقه بيدخل علينا باي شيء، ولكن احنا عندنا مشروعات قوميه، فبالتالي ما بقاش في الصرف القديم اللي كان بيحصل يا فندم على النادي انبي. طبعا ده اثر بالسلب اكيد، ولكن انا عندي قطعه ماس كده اسمها قطاع الناشئين. قطاع الناشئين عندنا يمكن لسه كمان مرجعين الاسطوره بتاعتنا بتاع قطاع الناشئين كابتن امام محمدين. رجع تاني للنادي انبي، كابتن محمد اسماعيل قبليه كان عامل شغل جيد جدا جدا، هو دلوقتي مدير الكوره. هتشوف السنه دي يا فندم مجموعه من اللاعبين كمان طعمنا الفرقه باللعيبه. احنا عندنا ميزه يا فندم بفضل الله وحده بنشوف الدرجه الاولى كويس. صح، في لعيبه هتشوفها سيادتك السنه الجايه. النهارده حتى لعبت اول مباراه ليها. لا كابتن احمد عبد المنعم لسه كان متكلم معايا، الفرقه الحقيقه هو مبسوط بشويه لعيبه يعني تم احضارها من الدرجه الاولى، لا تقل ابدا ان لم تزيد على اللعيبه الكبار اللي عندنا في الدوري بتاعنا. طيب كمان تم انتداب بعض اللعيبه اللي حضرتك هتشوفهم باذن الله على مستوى علي. اتوقع باذن الله موسم هيبقى صعب لكل الفرق، ولكن انبي ان شاء الله يكون في الموعد باذن الله تعالى. كابتن امام محمدين عودته لنادي انبي انا اعتقد هي مكسب كبير زي ما حضرتك اتكلمت. وخلينا نسال سؤال النهارده وانا بتابع الخبر، هو كان ليه مشي من انبي؟ انبي دائما كان مشهور جدا بقطاع الناشئين قوي جدا، يصدر لكل الانديه في مصر ويصدر المنتخبات الوطنيه، والكابتن امام بصراحه كان له دور في هذا الامر، مشيان ورحيل وعوده مره اخرى. انبي خسر في غياب الكابتن امام؟ طيب كابتن امام بنى كتير وعلم كتير وربى كتير، فبالتالي لما خرج هو كان حقه يخرج، لان كان المقابل المادي صعب رفضه، واحنا اتكلمنا معاه، انما كان المقابل اللي جاله كان الحقيقه برضه كان الراجل عايز يجرب وادانا كتير، فاحنا سيبناه يجرب. ولكن فتره حتى عدم وجوده، لان هو بنى وطلع كوادر كتير، كمل وراه كابتن محمد اسماعيل رئاسه القطاع، حققنا السنة اللي فاتت كذا بطولة في قطاع الناشئين، صعدنا 16 لعيب يا فندم أيام كابتن حلمي وأيام مستر فييرا وحاليا. فقطاع الناشئين عندنا لا ينضب بفضل الله وحده، واستكمال للخطة والبنى اللي بناه كابتن إمام وكمل وراه كابتن إسماعيل وكابتن عماد جابر مش عايز أنساه ما زال موجود طبعا نائب رئيس القطاع. أفتكر ما تأثرناش، لأن إحنا شغالين بنفس الطريقة اللي بناها كابتن إمام محمد. أكيد أكيد إضافة تانية، لان هو يعني اسطى في استكشاف اللاعبين يعني صح. اذا كنا بنتكلم بالبلدي يعني صح، وعينيه بسم الله ما شاء الله ثاقبه يعني في اختيار اللاعبين، له
تاريخ كبير في الموضوع ده ومكملين معاه بنفس طريقته، والكوادر برضه يطلع لها كوادر ثانيه زي كابتن اسماعيل، زي كابتن عماد جابر، زي بقيه الناس المحترمه كلها. فاكيد انا باكد على كلام سيادتك ان هو اضافه جامده جدا لينا 100%. دكتور شريف انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المداخله المهمه. دكتور شريف ابو الغيط المتحدث الرسمي باسم نادي انبي. بالنسبه لمصطفى شلبي هو اكد وقال انه مصطفى شلبي حتى هذه اللحظه مكمل مع انبي، وانه انبي ما قدرش يخش في صفقه تبادليه مع النادي الاهلي، لان مرتبات او رواتب لاعبي النادي الاهلي اللي ممكن يخشوا في صفقات تبادليه انبي ما يقدرش يدفعها، لانها اضعاف او ضعف زي ما قال دكتور شريف، ضعف رواتب لاعبي نادي انبي. طيب نكمل اخبارنا. مجلس اداره اتحاد الكره المصري استقر انه يجدد عقده مع شركه الملابس الحاليه لرعايه المنتخبات المصريه، وده بعد ما الشركه الراعيه قررت تزود قيمه العقد او عرضها قيمه عرضها للاتحاد المصري لكره القدم ثلاث اضعاف. حلو. ذكاء من اللي بيديره، ذكاء من اللي بيعرف يوصل لعرض زي كده، انك توصل لثلاث اضعاف المقابل اللي كنت بتاخده من الشركه الراعيه لحقوق الملابس، ملابس المنتخبات الوطنيه. فده شيء يستحق عليه اتحاد الكره او القائمين على هذا الديل او هذا الاتفاق التحيه بكل تاكيد. ده خبر. خبر اخر وهو يخص اتحاد الكره او النادي الاهلي بقى، نروح للنادي الاهلي. ومصدر في النادي الاهلي اكد لرقم 10 ان كولر جمع اللاعبين وجمع معاونيه وقال للاعبين الفتره اللي فاتت كان في بعض اللاعبين اللي مش ملتزمه بالاوزان والقياسات، وعدينا الامور وعديناها وقلنا مش هنقف عندها. لكن قبل مباراه اتحاد المنستيري في دوري ابطال افريقيا، لو لقيت لاعب حتى لو مهم جدا ومهم جدا للفريق وتشكيله الفريق، حسيت انه مش جاهز بدنيا، مش ملتزم بالاوزان والقياسات، هستبعده تماما من المباراه. فقال لهم الفتره دي انا متفاهم ان احنا لسه في البدايه، لسه جايين من بعض اللاعبين جايين من فتره راح. قال لهم قبل المباراه مش هيبقى فيه هزار. بالمناسبه كولر كمان سال على الجماهير في المباراه، طلب انه يبقى فيه حضور جماهيري كبير. هم كانوا فرجوه على عدد كبير من فيديوهات جماهير النادي الاهلي على اليوتيوب يعني، وقالوا له دول جمهور النادي الاهلي الفريق اللي انت بتدربه، وقال انا عايز اشوف الجماهير ديت ماليه المدرجات في مباراه اتحاد المنستيري، اول مباراه رسميه ليه. وطبعا هيبقى فيه طلب من النادي الاهلي بدخول الجماهير في هذه المواجهه حتى لو بعدد معين، نتمنى طبعا ان هو يبقى عدد كبير. عوده الجماهير للمدرجات شيء كلنا نفرح بيه. طيب نكمل مع حضراتكم. مصدر في النادي الاهلي اكد لرقم 10 ان المهاجم البرازيلي بيسولي عاد لحسابات النادي الاهلي، وكان في كلام ان هو بعيد، لاعب مميز جدا ولاعب رائع جدا. هو كان خارج الحسابات الفتره اللي فاتت بسبب امور ماليه، رجع مره اخرى اللاعب يخش اهتمامات النادي الاهلي، والكلام عليه وفيديوهاته بتقول ان هو لاعب كويس، لاعب موهوب، لاعب ممكن يفيد النادي الاهلي. تعالوا اوريكم ارقام من ارقام البرازيلي بسولي صفقه النادي الاهلي المحتمله. موسم 2020-2021 هذا ما قدمه اللاعب، لعب 38 مباراه و 1937 دقيقه، سجل 7 اهداف وصنع 3. لعب زي تاني، لعب 31 مباراه في موسم 21-22، 2194 دقيقه، سجل 13 هدف، وهو ثالث هدافي الدوري البرازيلي وصنع هدفين. طيب لسه مكملين مع حضراتكم اخبارنا النهارده، ومصدر بالنادي الاهلي قال لنا ان مارسيل كولر النهارده في المران جاب المترجم واتكلم اكتر مع اللاعبين وعلى بعض او الكثير من الامور الفنيه. تحدث تحديدا مع محمد الشناوي وقال له انه كان مبسوط جدا بادائه مع منتخب مصر في المباراتين الوديتين، وقال له مستنيك حارس كبير وقائد للنادي الاهلي كما هو العهد عليك ان انت لاعب كبير. انا عارف اللي حصل مع نهايه الموسم اللي فات، بس احنا متوقعين منك الكثير والكثير في الموسم الجديد بعد ما حدث في الموسم القديم. الاهلي وقع في مجموعه متوازنه في كاس العالم للانديه لكره اليد. النادي الاهلي هيبقى
بطوله سوبر جلوب اللي هي هتبقى في السعوديه ان شاء الله، اللي هيشارك فيها النادي الاهلي بصفته بطل السوبر الافريقي، الاهلي مع بنفيكا البرتغالي ومضر السعودي. ده فيما يخص بطوله كره اليد، واللي على الشاشه ده كره قدم مالناش دعوه بيه، احنا خلصنا كره القدم، احنا بنكمل دلوقتي في كره اليد. طيب ده واحد بالنسبه للنادي الاهلي. امبارح كان الزمالك للاسف للاسف على وشك الفوز بالبطوله العربيه ويصعد مع النادي الاهلي في هذه البطوله، ولكن هو خسر قدام الترجي بكوره صعبه جدا جدا جدا. كنا متوقعين كلنا ان الزمالك يكسب، وبصراحه كانت صدمه كبيره جدا، بس العادي بتاع الزمالك في كره اليد انه يحصد الكثير والكثير، كل البطولات يخسر بطوله تعدي تعدي، بس كان نفسنا نشوف الزمالك والاهلي مع بعض في هذه البطوله. طيب مصدر داخل نادي الزمالك قال لنا انه تم صرف النظر عن يوسف البلايلي، كان في وكلاء عرضوا يوسف البلايلي على يوسف البلايلي اللاعب الجزائري الكبير، اللاعب الدولي الجزائري على نادي الزمالك، ونادي الزمالك كان رايه انه لاعب بيغالي طبعا في اموره الماليه وعنده مشاكل دايما مع الانديه اللي بيلعب فيها، فعشان كده احنا مش مهتمين بضم يوسف البلايلي. مصدر كمان في نادي الزمالك قال للرقم 10 ان نادي طلائع الجيش اغلق الباب تماما تماما في وجه نادي الزمالك بخصوص عمرو السيسي. هو طلائع الجيش متمسك بعمرو السيسي، وعمرو السيسي من اللعيبه المهمه في طلائع الجيش. طلائع الجيش كان طلب 20 مليون جنيه لبيع السيسي عمرو السيسي لنادي الزمالك، ولكن نادي الزمالك شايف ان الرقم مبالغ فيه جدا، خاصه ان عمر اللاعب يعني 28 سنه، فانا ما اقدرش ادفع الرقم دوت في لاعب يعني كبير في السن ولكن كبير طبعا في القيمه. لعب 33 مباراه عمرو السيسي الموسم الماضي مع طلائع الجيش، 2773، سجل 3 اهداف وصنع هدفين. دي ارقام عمرو السيسي مع نادي طلائع الجيش، يعني من اللعيبه المهمه في نص الملعب بصراحه، من اللعيبه الكبيره جدا. كمان مصدر في نادي الزمالك قال لنا في رقم 10 ان في جلسه اخيره بين الزمالك واداره غزل المحله، هتكون برعايه احد وكلاء اللاعبين ووسيط في الصفقه من اجل حسم ضم عبده يحيى للزمالك. الجلسه عشان يتم تخفيض المبالغ الماليه في قيمه انتقال اللاعب من المحله الى نادي الزمالك. لاعب محترم وكبير جدا، لعب 34 مباراه، 3050 دقيقة، سجل 9 أهداف وصنع 3 أهداف، كان هو اللاعب الأهم في غزل المحلة الموسم الماضي. قلت لكم من كام يوم إن في وجود زكريا الوردي في نص الملعب، بتتكلم في رؤى، بتتكلم في لعيبة كتيرة في وسط ملعب نادي الزمالك، كمان دونجا اللاعب الصفقة الجديدة اللي جابها نادي الزمالك من بيراميدز. فيريرا بدأ يفكر إن إمام عاشور يرجع لمركزه الأصلي. ايه هو المركز الاصلي لامام عاشور؟ الجناح، الجناح الايسر. فيبدو كده ان الموسم هيبدا بامام عاشور في مركز الجناح الايسر عشان ما يخسرش فيريرا دونجا الصفقه الجديده، وايضا اللاعب المميز مع فيريرا الموسم الماضي هو رؤى، وكمان الصفقه الجديده زكريا الوردي المغربي الشاب، وبالتالي امام عاشور ممكن يلعب كجناح. هذه الارقام هي ارقام امام عاشور كوسط ملعب في الموسم الماضي مع نادي الزمالك، 37 مباراه، 2848 دقيقة، سجل 5 وصنع 3 أهداف. خبر ده مهم، خبر ده مهم. مصدر في منتخب مصر قال لنا بخصوص الكلام عن كان في مشكلة بين أحمد الشناوي ومحمد الشناوي في معسكر منتخب مصر فيما يخص رقم التيشيرت، مين هياخد 16 ومين هياخد رقم 1. كلام انه عامل غرف الملابس هو اللي ودى رقم 1 لاحمد الشناوي بصفته اقدم اللاعبين في المنتخب، خد هو التيشيرت احمد الشناوي، بس احمد الشناوي ما كانش طلب التيشيرت اللي هو رقم 1، ولا كان محمد الشناوي زعل ان هو رقم 16. الموضوع كان ابسط من البساطه، زي ما اكد لنا امبارح الكابتن حازم امام عضو مجلس اداره الاتحاد المصري لكره القدم. مش بعد الفاصل هيكون معايا ضيف في منتهى الأهمية، كلامه هو طبعا كشخص في منتهى الأهمية، كلامه هيبقى في منتهى الأهمية، عايز حضراتكم تاخدوا بالكم من كل حرف هيتقال في الحوار عشان هيبقى حوار مهم جدا. الحوار عنوانه إيه؟ لماذا يسقط بعض اللاعبين في كرة القدم أو الرياضيين بشكل عام سقوط مفاجئ، أزمات قلبية، موت مفاجئ،
حاجات ما كناش بنسمع عنها زمان، ربما ما كانش في سوشيال ميديا وما كناش بنشوف بعض كل حته في العالم، بس دلوقتي بقيت تسمع الكلام ده كتير. طبعا طبعا الحادثه الابرز في تاريخ الكره المصريه والرياضه المصريه كانت حادثه محمد عبد الوهاب رحمه الله عليه لاعب النادي الاهلي الاسبق. هيكون معايا بعد الفاصل الاستاذ الدكتور احمد اشرف عيسى، المدير التنفيذي لمركز القلب الرياضي بمستشفى وادي النيل، الامين العام لشعبة القلب الرياضي بالجمعية المصرية للقلب. نتكلم معاه في كثير من الأمور، نفهم منه للاعب ممكن يسقط متوفيا لا قدر الله وهو رياضي، رياضي ويسقط متوفيا بسبب مشكلة في القلب، نفهم إيه اللي بيحصل، إيه التفاصيل. بعد الفاصل خليكم معنا. يا اهلا بحضراتكم مره اخرى، يشرفني وينورني في هذه الفقره ضيف عزيز ومهم جدا اتحدث معه في كثير من الامور المهمه جدا اللي بتخص تحديدا الموضوع اللي بيضايق الجميع، وهي او هو الموت المفاجئ للاعبين، لاعبي كره القدم او الرياضيين بشكل عام. ايه المشاكل اللي بتحصل؟ ايه مشاكل القلب؟ شفنا طبعا مارك فيفيان فوي، شفنا طبعا رحمه الله عليه محمد عبد الوهاب، ايضا الفتره الاخيره طبعا كلنا فاكرين اللي حصل مع إريكسن مع المنتخب الدنماركي، كلها امور بتخض وبتقلق، بتقعد تفكر هو ازاي الرياضي، ازاي لاعب بيلعب كل يوم رياضه وممكن يحصل له ازمه قلبيه. نفهم بقى، نفهم هل موضوع الارهاق كمان اللي بيتعرض ليه اللاعبين في ضغط المباريات اللي احنا بنعيش فيه دايما ممكن لا قدر الله ياثر عليهم صحيا على مستوى القلب ولا لا؟ عشان كده يشرفني وينورني في هذه الفقره دكتور احمد اشرف عيسى، المدير التنفيذي لمركز القلب الرياضي بمستشفى وادي النيل، وايضا المدير التنفيذي او الامين العام لشعبه القلب الرياضي بالجمعيه المصريه للقلب. دكتور احمد مشرف ومنور، انا حقيقي متشوق جدا لهذه الفقره. اهلا بحضرتك وشرف لي ان اكون مع حضرتك النهارده ان شاء الله. اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله زي سيادتك. الموضوع يخض، يعني احنا بنبقى فاهمين انه الرياضي اللاعب ده اخر واحد يحصل له لا قدر الله امراض قلبيه وما يبقاش عنده مشاكل، لكن بدانا نشوف على فترات صحيح بس اتكررت كتير انه في لاعبين ممكن يحصل لهم ازمه قلبيه مفاجئه ولا قدر الله يفارق الحياه، ايه الحكايه؟ اولا انا بشكركم جدا لان دور الاعلام كمان في الناحيه الطبيه بقى مهم جدا، خصوصا ان احنا يعني عارف حضرتك دلوقتي السوشيال ميديا بقت واخده حيز كبير من حياتنا. صحيح. وبالتالي مهم جدا ان احنا نرفع درجه الوعي. وكتير عندنا اخواننا واولادنا بيلعبوا في الـ في الـ في في رياضات كتيره قوي. والرياضه كمان بقت مش مجرد هوايه، بقت صناعه واستثمار للدول، عندنا البرازيل، عندنا اسبانيا، اوروبا كلها دلوقتي الرياضه دلوقتي مصدر كبير جدا لدخل دول كتير قوي. الموضوع قلب الرياضيين اللي انا بسميه دايما القلب الرياضي ده هو قلب الاصحاء، ان المفروض ان هو قلب سليم في شخص سليم، المفروض ان هو ايه نظريا ما يحصلوش حاجه. صحيح. ولكن القلب ده يعني عارف حضرتك عظمة ربنا في هذا العضو اللي هو قد قبضة الإيد. حضرتك القلب ده زي أي عضلة، لما بتروح الجيم وتلعب هتلاقيها بتكبر. صح. ربنا بيحصل في يعني جعل بيحصل تغيرات فيسيولوجية غير عادية في عضلة القلب دي. فتخيل أكتر ثلاث تغيرات لما الرياضي بيستمر في لعب الرياضة ومارسة الرياضة بشكل انتظامي احترافي لمده ثابته ولفترات ثابته بيحصل اكتر ثلاث تغيرات. اول تغير ان ضربات قلب الرياضي تلاقيها تبدا تنزل، بدل احنا ممكن نبقى قاعدين 70 80 الرياضي ممكن توصل لغايه 30 في دقيقه وهو قاعد ما يحسش باي حاجه. لكن انا وحضرتك لو مش ممارسين للرياضه لو وصلنا ل 30 ممكن يغمى علينا. ليه بقى التغير ده؟ لما الرياضي بيبدا يلعب ما يحسش بالتعب زي ما انا وانت نتعب بعد مثلا 15 دقيقه تلت ساعه من اللعب، هو ممكن يقعد ساعه ونص ساعتين ما يتعبش خالص. ده نوع من انواع التكيف. التكيف الثاني ان تجويف القلب بيتسع. ليه بقى؟ عشان يستوعب اكبر كميه من الدم، وبالتالي انقباض القلب هيطلع كميه من الدم الكافيه للجهاز الحركي ان هو يقوم بمجهود وحمل عضلي كبير.
التغير الثالث اللي هو سمك العضلة بيبدأ يتخن عشان يدي عزم للضربة ان هي تضخ الدم للجسم. وبالتالي التغيرات الثلاثة دولت بتبقى بنشوفها في الرياضيين بتبقى تغيرات حميدة، لما بتزيد عن حدها بقى بتتحول إلى تغيرات مرضية زي تضخم العضلة الانسدادي. ويمكن معانا فيديو كمان بيوضح، نعرضه حالا دلوقتي، بيوضح الموضوع ده. علشان كده انت عارف حضرتك، وكمان في نقطة انت قلتها، معدل المباريات اللي احنا بقينا بنشوفه بسرعة. العضلة القلب دي زيها زي اي عضلة، لازم ليه طريقة للريكفري علشان تقدر تحافظ على العضلة دي، لان في وقت معين بيحصل لها نوع من انواع التغيرات الكهربية اللي ممكن تدخلها في ذبذبة بطينية. يمكن هنا ده انيميشن بيوضح القلب، وده طبعا ده الاذين، وطبعا ده الجزء ده البطين الايسر اللي هو بيضخ الدم عن طريق الشريان الاورطي للجسم. حضرتك الحاجز بقى اللي في النص ده، شوف حضرتك لما بيتخن بيتخن بيتحول الى حاله مرضيه، فالدم اللي بيبقى داخل وطالع على الجسم ما بيقدرش ان هو يوصل بكفاءه، وبالتالي بيحصل نوع من انواع التضخم الغير حميد اللي هو بنمنع فيه الرياضي عن ممارسه الرياضه بشكل نهائي. هايل. اللي انا افهمه حضرتك قلتها في نص كلامك، موضوع ضغط المباريات والارهاق، وقلت لي انه القلب برضو محتاج ريكفري ومحتاج زي كل العضلات اللي في الجسم. هل لا قدر الله ضغط المباريات ده ممكن ياثر على القلب، ممكن يحصل عمليه ازمات القلبيه، يحصل اي مشكله؟ الموضوع ده هو موضوع كبير قوي وعارف وشاغل الباحثين جدا. علشان كده دايما بيوصوا دايما في بالذات اللي هي طبعا البطولات الكبيره قوي، بان انت لازم قبل بيسموه بري كومبيتيشن اسيسمنت اللي هو فحص القلب الرياضي قبل البطولات. ليه؟ علشان تتاكد من ان هذا الشخص فت ان هو يخوض المباريات، لان انت عارف مثلا بطوله زي كاس العالم شهر على طول كل اللاعبين بيلعبوا. طيب ايه لو ايه في بعض اللاعبين اللي حصل لهم وفاه وسكته قلبيه مفاجئه وتوفوا، كانوا بياخدوا عينه جدا من القلب بوست مورتم، بيسموها بوست مورتم، يعني بياخدوا عينه بعد الوفاه لقوا القلب سليم. لكن لما في اللاعبين بقى اللي حصل لهم ورجعوا لو ان في على في تغيرات، القلب بينقبض ازاي؟ يمكن هقف في الحته دي. القلب بينقبض ازاي؟ ربنا سبحانه وتعالى جعل من اعجازه ان عمليه الانقباض والانبساط في القلب بتتم عن طريق بوابات ايونيه فيها كالسيوم وصوديوم وكده، داخل حاجه داخله وخارجه في عمليه تبادل. لما بيحصل خلل في البوابات دي بيحصل ركفه، القلب بيتلخبط في الضربات، هوب بيحصل السكته، وده اللي حصل لإيريكسون. إيريكسون لاعب الدنمارك. وإيريكسون كان مصاب بكوفيد، يعني دي قصه ثانيه برضو، انه كان مصاب بكورونا، وممكن الكورونا بتعمل الموضوع ده. عشان كده خد بال حضرتك برضو حطوا له ركبوا له بطاريه اللي هو جهاز الصدمات الداخلي علشان لو حصل له الموضوع ده، لانه عمل كل فحوصاته ورنين مغناطيسي على القلب وبصوا على كل حاجه في القلب لقوها سليمه. ما كانش في تفسير واضح اللي حصل ده غير ان هو متعافي من كورونا، فممكن يكون عنده التهاب بسيط في جدار العضله عمل خلل ايوني وعمل لخبطه في ضربات القلب. فحطوا له الجهاز ده وسابوه يلعب. لو حصل ده مره ثانيه هيوقف خالص. واخد بال حضرتك؟ حتى المواضيع ديت لغايه دلوقتي لم يحسم فيها، ولكن دايما التوصيات بتقول لك ايه؟ تقول لك اللاعب اللي يبدا يشتكي من حاجه كمدير طبي بالذات من نهجان، تسارع في ضربات القلب غير معتاد، لازم يتوقف ويتفحص كويس قوي. لو اللاعب ده هو حصل له نوع من انواع الاغماءات او ان هو نوع نقدر نقول عليه نوع من انواع الزغلله، ان هو مش متزن شويه، يقف ستوب ويبدا ايه يعمل وراجع وراجع فحوصاته او يعمل له فحوصات جديده. الحاجه الثانيه، المدير الطبي مهم جدا كده مع المدير الفني يبدا يوازنوا اللعيبه، بحيث ان انت ايه اللعيب ده مهم قوي انه ينزل الماتش ده، انت ممكن تريحه في الماتش اللي بعديه وتنزله على النص الثاني. لازم في نوع من انواع عارف حضرتك اللي هو بيسموه ايه، تخفيف الاحمال بشكل متناسق مع اللياقه البدنيه للاعب. علشان كده مهم جدا في كل لعبه فيها جهد عالي مدرب الاحمال مهم جدا. ليه بقى؟
مدرب الأحمال ده هو بيقدر بيوصل معاك لأعلى حمل تتحمله على حسب طولك ووزنك وعلى حسب موقعك في اللعب. لأن أنت لو ما وصلتش للحمل ده في وقت قياسي بطريقة معينة بحسابات دقيقة جدا وحسابات طبية، يبقى أنت مش هتقدر تكمل. أنت ممكن يحصل لك مشكلة سواء على الجهاز العضلي بتاعك أو على مشكلة القلب. وبالتالي المدرب الأحمال إذا ما كانش بروفيشنال وعارف هو بيعمل إيه، أنت ساعتها عندك مشكلة، عندك مشكلة كبيرة. وبعدين خد بال حضرتك، يمكن من كتر ما الواحد شاف، أنا بيجي عليا وقت أبص على اللاعب أقول له أنت ما بتتمرنش كويس. لا يا فندم، أنا بقى أنا ملتزم في التمرينات. فأرجع بص بقى على مدرب الأحمال، تلاقي إن هو مش مستغل الكتلة الجسمانية بتاعت الشاب ده أو اللاعب ده، إن هو يوصل معاه لأكبر حمل يتحمل به المباريات. وبالتالي ده ممكن يعمله مشكلة في وسط الموسم. واخد بال حضرتك؟ عايز اقطعك هنا في حاجه وانا فكرت فيها دلوقتي. لو مدرب الاحمال مش مؤهل بشكل جيد، مش راجل بروفيشنال، مش راجل بيشتغل باحترافيه، ممكن لا قدر الله اللعيب يتاذي، يحصل له مشاكل كتيره جدا في عضلاته بشكل عام، وبالتاكيد عضله القلب واحده من العضلات دي. بس يجي حد هو بيتفرج عليه دلوقتي يقول لي يا عم كريم، يعني هو في الثمانينات والتسعينات والسبعينات والستينات كان في مدربين احمال، ده كنا بنلعب ومفيش دكتور قاعد على الدكه واللعيبه زي الفل وما بيحصلهاش حاجه وبتكمل حياتها بشكل طبيعي. هل في تغيرات في الازمنه ولا احنا كان ممكن يكون في اصابات ومشاكل زمان واحنا ما نعرفش عنها حاجه؟ دي نقطه مهمه قوي. زمان ما كانش فيه سوشيال ميديا، زمان ما كانش فيه العالم موصول ببعضه زي ما احنا دلوقتي. دلوقتي إريكسون كنا كلنا بنتفرج عليه، صح؟ لو حصل ما اعرفش ايه، لعيبه السباحه اللي وقعت في الاولمبياد اللي فاتت ولقوها غرقانه وكان عندها مشكله في كهربه القلب، كل ده ما كانش الناس بتعرفه. رقم اتنين حضرتك، التطور التكنولوجي اللي موجود دلوقتي ما كانش موجود زمان، صح؟ الحاجة التالتة ان انت الابحاث دلوقتي اللي بتتعمل على الرياضيين تفوق الخيال. حتى لحضرتك مثال صغير، ما كنا بناخد الاعتماد مع جامعة جون موريس بليفربول بانجلترا، رحنا مبنى كبير جدا حوالي 5 أو 6 أدوار اسمه كاردياك فيسيولوجي، للفيسيولوجي بتاع الهارت. انا شفت هناك الفيفا بتتعمل ازاي. شوف بقى، بص يعني الدقه، بيتوصل اللاعب باجهزه استشعار كامله على جسمه، بحيث ان انت مثلا ميسي مثلا هيشوط الكوره وهو بيشوطها في السيميوليتر، واخد بال حضرتك، بياخد الكمبيوتر الحركه دي يحولها ل زي ما انت شايفها في الفيفا كده، انفعالاته بيحولها. القسم الثاني بيبدا يشوف حضرتك، بيقيس معدل التسارع في الاعصاب الطرفيه وبالذات اعصاب القدم، يشوف ليه. لان دايما يقول لك الرياضي المفروض ان هو عنده ايه، سرعه رد فعل. بيبدا يشوف الحاجات دي كلها، ده على مستوى ايه، ده مستوى الاعصاب الطرفيه. فما بالك بقى القلب. القلب ليه وحده ثانيه خالص وقياسات شديده التعقيد. حد كمان لحضرتك مثال، عندهم غرفه مثلا ميسي هيسافر من لما ساعتها كان ساعتها في برشلونه، هيسافر برشلونه يلعب ماتش في المكسيك مثلا، والمكسيك قاره مرتفعه شويه عن البحر ومنطقه استوائيه هناك. عارف حضرتك لازم هيروح يقعد اسبوع او 15 يوم قبل الماتش عشان يؤهل جسديا، بيدخله في غرفه 2 في 2 او 3 في 3 بيسموها غرفه التكيف الطقس، بيخش فيها ساعتين كل يوم بحيث يظبطوا درجه الحراره الارتفاع اللي هيبقى موجود فيه، بحيث ان انت جسمك وقلبك يتعود على الوضع اللي هيبقى موجود هناك، وبالتالي تركب الطياره تروح هناك ما يحصل لكش اي مشكله خالص. شوف حضرتك العلم ده، هل ده كان موجود زمان؟ لا. وده السبب. طيب، من الحاجات اللي انا دايما بسال عنها مع كل الاجهزه الفنيه لكل الانديه في مصر، انا بتكلم تحديدا على كره القدم، اللعبه الشعبيه الاولى، طبعا ده ينطبق على كل الالعاب الاخرى، هل احنا عندنا متخصصين حقيقيين يتعاملوا مع الاجهزه دي؟ هل احنا اصلا عندنا الاجهزه دي؟ الاجهزه احنا دايما نسمع عن اجهزه القياسات البدنيه، مش عارف هياخدوا بصمه ايه، مش عارف الحاجات اللي هتتعلق، يعني في تفاصيل كثيره جدا. هل احنا متطورين في هذا الامر ولا احنا متاخرين؟ بص يعني ما شاء الله في مصر في طب القلب على وجه التحديد احنا تقريبا زي بره بالظبط، يمكن الفروقات بتبقى حاجات بسيطه خالص يعني، ولكن بتيجي في مصر. قلب الرياضيين هو جديد على المنطقه،
كاسم هو موجود من زمان يعني سنه من 1890 مثلا من في شرق اوروبا، لكن في المنطقه لا كان لسه جديد. لكن اجهزه القلب اللي هي متخصصه للقياسات لا موجوده. مركز القلب الرياضي في مستشفى الدوله في مستشفى وادي النيل، اكبر مركز في الشرق الاوسط والاول من نوعه في افريقيا. في كل الاجهزه اللي تخطر على بالك مش للتشخيص فقط، للتشخيص والعلاج. هايل. يمكن انا في صور انا يعني جايبها لحضراتكم نعرضها. عندك جهاز الموجات الصوتيه رباعي الابعاد، عندك جهاز الهولتر الديناميكي وهولتر السباحين. انت عندك السباح في عندنا نوع من انواع الخلل الايوني لا ينشط في القلب ويحصل لخبطه في القلب الا واللاعب جوه الميه. فالجهاز ده هو بتركبه لغايه عمق 30 متر بيقدر يريكورد ضربات القلب كامله تحت الميه وتقدر تحللها. عندي لو اللعيبه مثلا عندك معسكر في الكاميرون مثلا وانت شاكك في حاجه في لعيب، انا عندي جهاز بالساتلايت اوصله على اللاعب وانا هنا في مصر شايف اللاعب في ايه، ولو في حاجه هكلم المدير الطبي اللي هناك وبيبعت رساله اس ام اس ليا وللمدرب ان في مشكله في اللعيب ده. عندك وحده رنين مغناطيسي على اعلى مستوى، والرنين المغناطيسي موجود في مصر وفي متقدمين احنا فيه جدا زي بره. الرنين المغناطيسي كانت اهميته كانت قويه جدا في الفتره اللي كانت بعد الكورونا، لان كانت الكورونا بتعمل التهاب في عضله القلب لا يمكن اكتشافه الا عن طريق حاجتين، ان اللاعب بيشتكي وجهاز الرنين المغناطيسي بيبدا يوريك ان العضله فيها جزء من الالتهاب. عرضه للقلب الناس متوقعه ان هي عشان هي شغاله ما تعطلش، لا بتعطل وبتعطل وعطلها بيبقى غلس. عشان كده دايما بقول ايه، الصناعه ديت محتاجه يعني مراكز طبيه لصيانه هذا العضو بالشكل اللي العالم كله ماشي عليه. طيب في سؤال قلت ايه كان نفسي ابدا بيه ما اكذبش عليك، بس قلت نسمع شويه كلام علمي كده وحلو وبعد كده نسال الاسئله دي بعد شويه. هو ايه موقف اللاعب اللي بيشرب سجاير وشيشه وينزل يلعب مباراه تاني يوم؟ وقبل ما تجاوبني، في حد قبل كده قال لي على فكره ده عادي مش هيحصل له مشكله، بس انا دايما اقول هو ازاي مش هيحصل له مشكله واحد بيشرب سجاير وبيشرب شيشه ونازل يلعب ماتش تاني يوم؟ وللاسف يعني ده في وقائع، يعني في ناس بتعمل كده، ده خطورته قد ايه؟ طيب سؤال رائع. انا تعرضت للموقف ده بس ما كانش مع لعيب الكوره، كان واحد سباح كان مدخن بعنف. وكانت حجته يقول لك انا استنى، انت عارف الكلام بتاعنا البسيط بتاع المصريين الجميل ده، بس انا ما باخدهاش على صدري. يعني ايه؟ قال لك انا بنفخ بس وخلاص. لا بالعكس، ده انا بحس لما بشرب سجاير مودي بيبقى كويس فبنزل العب كويس. انا حد قال لي كده، انا مش هعرف العب ماتش الا لما اشرب لي سجارتين. هو النيكوتين بيعمل ايه؟ النيكوتين بيعمل تقلصات في الاوعيه الدمويه. الاوعيه الدمويه ده دي شرايين، ما هو شرايين القلب كده، فالنيكوتين بيعمل لك فيها ايه؟ نوع من انواع الانقباض. الانقباض ده مشكلته ايه؟ ان انت مع الوقت الطويل وممارسه الرياضه انت محتاج دم يوصل لعضله القلب بشكل كافي، فالاورده الاوعيه الدمويه او الشرايين بيبقى فيها نوع من انواع الانقباضات. طب كمان لو انت عندك كوليسترول هيزود الايه؟ الضيق. طب لو كمان انت النيكوتين نفسه والاطران اللي موجود في السجاير ده بيرفع، اولا بيأثروا على الرئه فبيعملوا نوع من انواع ان انت الاكسجين بيبقى قليل في الدم، وبالتالي دايما تلاقي الهيموجلوبين بتاع المدخن 16 17 18 عالي جدا. البوليسياسيميا ده المصطلح الطبي اللي احنا بنقول عليه دهوت، والصفائح عاليه بيعمل نوع من انواع اللزوجه. علشان كده دايما يقول لك التدخين بيعمل جلطات. سيبك بقى من هنقول بقى سرطان الرئه والكانسرز والحاجات دي كلها، هو بيعمل الكلام ده كله، لكن بيعمل جلطات ليه؟ بيرفع لزوجه الدم. ما بيحسش بيه لانه يقول لك انا هو سنه صغير. صحيح. السباح ده جات له جلطه ودخلت عملت له قسطره وركبت له دعامات في القلب وقعدنا حوالي 6 أو 7 أشهر تاهيل على ما رجع يلعب يرجع يلعب تاني. يبقى اذا التدخين اللي يجي يقول لك ان هو ما بيعملش الكلام ده مش مظبوط خالص، ده عالي من الصحه. اللي هو بيأثر بشكل مباشر وغير مباشر. مباشر ان هو بيبدا يعمل تخلصات، واتحدى حضرتك ان انت اللاعب وركز معاه، واعتقد في امثله انت اكيد عارفهم ان هم بيدخنوا. بص عليه على لو هو هينزل من اول الماتش، بص عليه في نص الماتش هتلاقي نهجانه
بقى اعلى من اي حد تاني بيلعب. ليه بقى؟ لان تبادل الاكسجين وعمليه تبادل الاكسجين وثاني اكسيد الكربون من الرئه ما بتبقاش بصوره طبيعيه، لان اوريدي الرئه مش نظيفه. رقم اتنين اسحب له عين الدم هتلاقي الهيموجلوبين بتاعه عالي. رقم ثلاثة لو هو الكوليسترول بتاعه ده يبقى يعني واخد الايه التراك السليم على على جلطات القلب بقى. بس بقى وهنا اصبح معرض لا قدر الله لاي ازمه. طبعا طبعا صح كده مفهوم. كام يوم جمعية المنشطات الدولية اقرت او قررت حظر الترامادول او التعامل مع الترامادول وكانه مادة منشطة محظورة. الترامادول برضو بشكل او باخر سواء في مصر او خارج مصر كان بعض الرياضيين ممكن يتناولوه، بيقولوا ان هو بينشط العمليه، بينشط الجدي واللياقه وبيدي قوه كبيره. وكان الترامادول مش من المواد المحظوره وتم حظره مؤخرا، بتكلم على هيئه المنشطات مش بتكلم عنه كقانوني يعني ولا لا. الترامادول ده كان بيعمل ايه وخطورته فين؟ انت عارف حضرتك دايما انا دايما بقول ايه، لما الحاجه بتتمنع اكيد ليها سبب. فالسبب ترجع تعمل ايه، هو بيعمل ايه اصلا. ايوه الترامادون بيشتغل كنوع من انواع المسكنات القويه، يعني احنا بنستخدمه في الطب. ربنا يحفظنا جميعا يا رب ويحفظ الساده المشاهدين في العمليات الكبيره بعد عمليات الجراحه الكبيره قوي ذات العظم، الكانسرز، الناس اللي عندها الم شديد قوي، فهو قاتل للالم رائع. وبالتالي لما انا افقدك الاحساس انت بتخش تنام ليه؟ انا اسالك سؤال، مش تعبان؟ طيب لو قتلت الاحساس بالتعب ده هفضل صاحي، وبالتالي هيبقى في مشكله بعد كده. عارف حضرتك زي موتور العربيه كده، دايما يقول لك الار بي ام لغايه اللون الاحمر ده، صح؟ لو وصلت الاحمر العربيه تمام ماشي، بس انا ما اعرفش ايه اللي هيحصل بعدها، صح؟ يقول لك كده اتفرق منك بقى هتخلص. هو ده اللي هيحصل. ربنا سبحانه وتعالى يعني عارف حضرتك دايما شوف احنا قاعدين في الانوار دلوقتي بيحصل لك نوع من انواع اليقظه. ليه؟ انت ربنا خلق في الجلد ده يعني اجهزه استشعار للضوء. لكن الضوء ده غير ضوء الشمس، عشان كده دايما يقول لك لو انت شخص عملك بالليل اوعى تخش تنام من غير ما تشوف اشعه الشمس جسمك. ليه؟ عندك حاجه اسمها الساعه البيولوجيه. لو قتلت الاحساس وقتلت الساعه البيولوجيه دي كل اجهزه جسمك وهرموناتك كلها هيحصل لها مشكله. طيب نخش برضو تاني بقى على حاجه تاني، التستوستيرون اللي بياخدوه جمال الاجسام، الحقن الكورتيزونات، الهرمونز. أيوة. اللي زي الثايروكسين بتاع الثايرويد. دي حاجات كلها محفزه للجسم تخليك ما تحسش بالتعب، عندك باور غير عاديه تكسر الحيطه اللي قدامك. لكن مشاكلها اولا بتروح قافله المصانع بتاعه الجسم الطبيعيه اللي ربنا خلقها، اللي هي بتطلع كل حاجه بشكل بمقدار معين بنسب معينه، لانها دي جايه من بره. رقم اتنين بيبقى لها تاثير مباشر وغير مباشر. التستوستيرون ده بيعمل ايه؟ بيزود، عارف حضرتك، بيكبر حجم العضله. يعني لما تروح الجيم تلاقي المدرب كمال الاجسام يقول لك خد شويه تستوستيرون معرفش بايه، خد معرفش ايه، فتلاقي حجم عضلتك كبيره. لكن لو سبت الحاجات دي كلها بعد شهرين ثلاثة تلاقي نفسك خسيت. الكلام ده هو مش بيحصل على العضلة الخارجية بس، لا ده بيأثر على القلب برضه. هايل. مركز القلب الرياضي بمستشفى وادي النيل أكيد في أندية وأكيد في لاعبين وأكيد في مدربين بيروحوا يعملوا قياسات. من الأندية اللي شفتها بدأت تفهم الموضوع ده وبدأت تهتم بهذا الأمر؟ هل الأندية كلها ولا عدد قليل من الأندية ولا والله عادة؟ احنا المركز تم افتتاحه 3/2018 وبعدين انت عارف حاطط فتره الكورونا طبعا، ولكن تقريبا تقدر تقول اغلب انديه كتير قوي، يعني مثلا بيراميدز جنة وام بي وفيوتشر والبنك الاهلي، الجونه. فالموضوع بقى فيه بروجريس كويس قوي، وبدات الناس تهتم وتوجه اللعيبه بتاعتها ان هي تبدا تروح لمراكز متخصصه في القصه دي. ويمكن احنا بدانا الموسم الرياضي، ام بي لسه مخلص، البنك الاهلي، ان شاء الله الجونه، ان شاء الله فيوتشر، فان شاء الله باذن الله يعني في انديه كتير. طيب الفتره دي دون تسميه طبعا في لاعب جه بعد ما عمل القياسات دي والكشوفات دي قلت له لا خد بالك في خطوره، انت محتاج تاخد اجازه شويه، انت محتاج نشتغل شويه على قلبك عشان في حد في الهاندبول حد في الهاندبول وقفناه شهرين
وقلت له اهدى شويه لحد ما نشوف المشكله فين. لا واتحلت المشكله ورجع يلعب. هايل. واحد في كره القدم يعني من غير ذكر اسامي برضه كان عنده مشكله كبيره في القلب، كان عنده حاجه في كهربه القلب في القلب. تعرف حضرتك عباره عن عضله وصمامات تتحكم فيها شبكه من كهرباء القلب. فكان عنده ضفيره كهرباء زياده وتوقف اللاعب واتعملت له واتشالت الضفيره الزياده دي تاني ورجع تاني يلعب تاني. ودي نقطة مهمة حضرتك قلتها. يبقى إذا لو في مشكلة ده ليس معناه إن اللاعب هيوقف خالص عن اللعب. دليل إريكسن. بالظبط. يعني في بعد كده. يبقى إذا هناك في حاجة. ماكو كانو. ما الناس فاكرها طبعا اللاعب النيجيري كان عنده مشاكل في القلب كان عنده ضيق في الصمام الأورطي واتعملت له عملية جراحة قلب وتغير الصمام الأورطي ورجع يلعب تاني. وفي لاعب كان بيلعب في ليفربول عشان الجماهير تفتكره بس هو مشي من سنتين آدم لالانا كان بيلعب في ساوثهامبتون وكان عنده مشكلة في القلب وقعد فترة كان طالع مع جيل عظيم جدا جاريس بيل ووالكوت وهو كان نجم الفرقة وقعد سنتين ما بيلعبش كورة وبعد كده رجع تاني يلعب يعني. كان عنده مشكلة في عضلة القلب وبرده رجع تاني. صحيح. يبقى إذا حضرتك أنت عارف حضرتك الأمور عشان بس الناس ما تتخض لما بتقف ده مش معناه انك تقف نهائي عن اللعب، لا لازم بنشوف المشكله فين تتحل. وبعدين كمان في حاجه نقطه برضو عايز استغل برنامج حضرتك ان مفيش لاعب يوقفه دكتور. يعني لما اجي اقول لك ما توقفش ما ينفعش. لازم تبقى لجنه. ليه؟ انا حكمت احكم عليك ان انت كويس اديك البرميشن لوحدي دي مفيش مشكله اوقفك لا ما اقدرش. يبقى ده كلام يعني كده كلام يعني ايه ده كلام مش صح خالص. صح. لكن انا وقفك لا، في لجنه اولا دكتور النادي او فريق الطب في النادي، اداره النادي تبقى انفولفد في القصه. ده رقم واحد. رقم اتنين لجنه من دكاتره قلب رياضي كهربه قلب شرايين على حسب ما نشوف رنين مراطيسي بتجتمع اللجنه تشوف هذا الشاب او اللاعب ايه المشكله اللي عنده ايه الكرايتيريا اللي المفروض يبقى موجود عليها. اجتمعت اللجنه دي تمضي اللجنه دي كلها ساعتها اقدر اوقف اللاعب. صحيح. لكن ان انت تيجي تقول لواحد لا ما ينفعش تلعب لا. صحيح. انا اقول لك انصحك اقول لك في مشكله دلوقتي ومحتاجين نعمل ابحاث تانية ولازم تتعرض. مظبوط. واكلم مدير النادي وابدا اعرف في نوع اللي هو بيسموه ايه التصعيد. لكن انا مش بجرد انا ما اوقفك 100%. دكتور احمد تشرفت ونورت، انا حقيقي مش عايز اقول لك قد ايه استمتعت واستفدت اكتر. ربنا يخليك. انا متشكر جدا وبشكرك جدا على الكتاب الحلو ده. كتاب دكتور احمد قلب الرياضيين بين احلام البطولات والموت المفاجئ. دكتور احمد اهداني الكتاب وكتب لي كمان اهداء عظيم جدا. انا بشكره. شكرا جزيلا. شكرا على الحلقه وكمان على الكتاب. شكرا بالتوفيق دايما. شكرا جزيلا. لسه مكملين مع حضراتكم بعد الفاصل. محمود ابو الركم، محمود شاكر، وياسر حسين، نتكلم معاهم ونلعب معاهم شويه في الكوره. خليكم. يا اهلا بحضراتكم مره اخرى. الفقره المحببه دائما الى قلبي، فيها النهارده ناس كمان محببه جدا الى قلبي. فقره ان شاء الله تكون ممتعه لحضراتكم، فيها كلام كتير جدا عن الكره العالميه والاوروبيه، فيها شويه جد، فيها شويه لعب، وبطبيعه الحال بما ان في لعب فهيبقى في ضحك. يشرفني وينورني في هذه الفقره محلل، معلق، يوتيوبر، يعني حاجات كتيره قوي. فقعدت وانا داخل دلوقتي اقدمه باني واحده فيهم، فقلت اقولهم كلهم وخلاص. زميلي العزيز وصديقي العزيز المحبب دايما الى قلبي محمود ابو الركبه. محمود مشرف ومنور دايما، بسعد بتواجدك معايا. لا كريم، انا دايما بكون فرحان موجود معاك، ولا كتير عليا جدا الكلام حضرتك قلته، وشكرا جدا على الوصف الجميل ده. اقل من حقك انت عارف. انا فرحان جدا ان انا موجود. حبيبي اخبارك ايه؟ كويس جدا. كله حلو؟ الحمد لله. وايضا صديقي العزيز آسر حسين. بقول لك ايه، انا بقول انا بقالي يومين براجعها. بتاكد. قلت هغلط على الهواء. قلت اكيد قلت يعني ليه حتى نفس الوزن. ياسر حسين يعني فاهم. ياسر مشرف ومنور. ربنا يخليك. بتكلم وصلنا حضرتك جدا. انا بس في ازمه انت عملتها لي. على شمالي صديقي من 4-5 سنين بنشجع نفس الفرقه وبنعاني منها. انت على يميني صديقي بنوضع نفس القهوه. مشاكل النجم ده. بنوضع نفس القهوه. يا كريم ازيك عامل ايه؟ كله حلو؟ كله تحلو ومبسوط. لا انا لا الانتر يعني الانتر كان خفيف وانا صغير، بس ده الدوري الانجليزي
انجليزي يعني ما بحبش الدوري الايطالي ما بحبش الانتر خالص بس طبعا الناس على تويتر اول ما تقول ما بتحبش الانتر ما تفهمش تويتر كله بيشجعوا انتر كلهم اصحاب محمود كلهم ايوه محمود مره دخلت هزرت بس قلت الانتر يا جماعه فرقه يعني طول عمرها فرقه حملات مش عارف ايوه عارف اللي جاي بقى انت بس الانتر كلنا حبيناه زمان ايام زامورانو ورونالدو لما كان لسه بقى على بيجو يعني الناس الحلوه دي كريستيان فييري كان كابتن التاريخي بتاع الانتر فلا الانتر طبعا, طبعًا حتى تلاقي كل الجيل بتاعنا ده اللي هو اواخر التسعينات يفضل اليوفي يفضل اليوفي هو اليوفي برضه هو اللي دايس هو اللي جامد وهو اللي حلو قوي وهو ازيك يا محمود عامل ايه اخبارك ايه تتكلم على واحد من اعظم فرق ايطاليا ومش معنى ان هو في كبوه كبيره ايوه بتتكلم على اليوفي يوفي طبعا طبعا يوفي في كبوه كبيره جدا ازمه فقدان مش هويه لكن خلي بالك جوزيه مورينيو في مؤتمر صحفي شهير جدا خد دايما مؤتمرات صحفيه لجوزيه مورينيو ريفرنس بعد 3 سنين كل ما تقدم تحلى 4 سنين 5 سنين لما اتكلم مورينيو على زيرو تيتولي في ايطاليا وقال انا لو اتكلمت وعمل ايده كلبش وان الانديه هتطلع بصفر القاب ان الانتر هو اللي يفوز بالثلاثيه كان مستحيل حد يصدق الكلام ده صح. انتر كان مغلوب لسه من برشلونه 2-0 في الكامب نو في دوري مجموعات بعدين لما اتكلم على الفوتبول هيريتج وانه مانشستر يونايتد نادي ثروته يعني ثروته افسدته وانه ضيع القاب كثيره جدا ومن الاخر كده تركت السير فلوس السير والعلامه التجاريه سير اليكس فيركسون اللي خلى النادي يفوز بدوري الابطال بوين هاري جريفز ولاعيبه زي جونز ولاعيبه فيل جونز ولاعيبه سيلفستر وسيلفستر لعيبه ما هيش نجوم لكن بميزانيه قليله جدا صح. كان عنده سكواد عظيم لان ده اليكس فيركسون قال ان الفريق ده غير قابل للتدريب فات الزمن ودخل مانشستر يونايتد في ازمه هويه طبعا ومهما يصرف مش عارف يطلع صح نفس القصه مع يوفنتوس البيك بتاعه جه وما تمش استغلاله اقوى حاجه عملها جوزيه مورينيو مع انتر انه لما بقى عنده فريق جراندي انتر فريق كبير من اللعيبه الكبيره قدر انه يفوز بدوري ابطال صح ماسيميليانو أوليجري خسر نهائي دوري ابطال مره وخسر في كارديف نهائي دوري ابطال وخرج مع مايكل اوليفر في مباراه ريال مدريد فدي لحظه سليب بيبدا بقى النادي يدخل في مرحله عدم توازن اللعيبه الكبيره بتبطل الشخصيه بتاعت الفرقه بتتغير جيل جديد بيخش في الفرقه وبعدين فلوس كتيره بتتصرف وفي لحظات الصرف اللي تحت الضغط صفقات رد الفعل لو كلنا فاكرين صفقات رد الفعل بعد ما نيمار جونيور اتخلع خلع من برشلونه في طريقه سلام يا صاحبي خدوا الفلوس والبضاعه معانا فلوس كمان معانا 22 مليون صح كده راح جاب كوتينيو وعثمان ديمبلي ومالكوم كسر مالكوم كان في الطياره فوق خطفوا الطياره ونزلوها بدل ما تنزل في روما نزلت هنا فهي دي الكوره اللي بتحصل يوفنتوس بيمر بازمه هويه ده اليوفي الانتر بقى الانتر برضو مش هو الانتر يعني انت كنا الاكسبكتيشنز او التوقعات بالنسبه للانتر السنه دي كانت تبقى اعلى من كده بكتير الانتر ظهوره باهت شويه في الدوري الايطالي هذا الموسم ليه كريم الانتر السنه اللي فاتت طبعا محمود كالعاده بيرجعنا لايام حلوه والفريق طبعا انا بحبه وبنشجعه احنا الاثنين ده يعني الحاجه اللي بتجمعنا عليه انه رجعنا لايام الجراند انتر والتريبليتا وكلام طبعا مورينيو والحقبه الذهبيه الانتر الازمه دلوقتي انه انتر الكره ثلاث اضلاع يا كابتن كريم زي ما احنا عارفين ثلاث اضلاع في انتر فيه مشكله اداريا او الملاك زي ما بنقول في 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 شرخ حصل كبير جدا بين العلاقه بين جماهير انتر والكورفانورد وما بين وما بين زانج وعائله زانج اللي كانت مفروض ان الانتر بيستند على مجموعه قويه مدعومه من الدوله الصينيه وبقوه ده حصل فيه تراجع كبير جدا المفارقه انه بعد فوز انتر باللقب بعد مرور اكتر من 10 اعوام بدا يحصل الانهيار ده الاستغناء عن كونتي وهو في عز المجد وبدايه كتابه للتاريخ بعد كسر سلسله يوفي للفوز بالالقاب عوده الدوري مره ثانيه للانتر بيستغنوا عن لعيبه كتير جدا نجوم في الفريق شفنا بيع حكيمي شفنا بيع لوكاكو كان برضو في الشرخ ده زاد السنه اللي فاتت انزاجي عمل نسخه اكثر ابداعا من فرقه كونتي اللي خدت الدوري 3-5-2 برضو هذا ما وجدنا قلنا عليه لكن عملها بنسخه اكتر يمكن اكتر ماتشات واحلى ماتشات عملها خسرها يعني قدام ليفربول احرج ليفربول قدام ريال مدريد عمل ماتش كبير جدا لكن خسر وعدى بانتر بقى من ايه حقبه انه بيطلع من دوري مجموعات مهما يتحط في مجاميع سهله وقدر يصعد لدور 16 وخرج امام ليفربول السنه دي برضو كان في استغناء عن النجوم الجماهير بتشوف انه خروج يعني كان دايما الحل هو حل اقتصادي حتى دور ماروتا اللي بتثق فيه جماهير انتر كتير جدا كان النهارده بيلعب دور حد بيلم الضرايب للفرقه يعني انت الموازنه كل تصريحاته هي الموازنه هي الموازنه فانت خرجت لعيبه اللي رواتبها عاليه زي سانشيز وزي لعيبه كتيره جدا وكولاروف وفيدال وجبت بدائل الجماهير بتعتقد انها مش البدائل اللي كانت مستنياها ماشي فيدال خرج دخل مختريان
نفس السن بس مثلا بيلعب دور هجومي اكتر وكلام من ده. الازمه عندي برضو في خروج بيرسيتش، لعيب كان وصل لسن معين عايز ياخد تجربه الدوري الانجليزي مفيش مشكله ابدا، لكن ما كانش في تحضير البديل. جوسنز كان رهان راهن عليه الانتر من قبل ما بيرسيتش يمشي ومحضر البديل، حتى الان الرهان ده فشل. لعيب لعب 13 ماتش، نفتكر له جون وحيد امام ميلان في قبل النهائي كوبا ايطاليا امام ميلان السنه اللي فاتت. الماتشات اللي لعبها السنه دي كلها لعيب خايف انه يلعب على الخط، عكس بيرسيتش انت خسرت طلعت من المعادله او من الايكويجن يا كابتن كريم 10 اهداف سجلهم بيرسيتش السنه اللي فاتت و8 فرص لصناعه الهدف، عمل 8 اسيست، فبالتالي المعادله دي ما جاش حد مكانها يملاها. صحيح. هختم كلامي بس اخر حاجه بالكلام اللي قاله ماروتا رغم كل الموجه دي، كلام فيه ذكاء كبير جدا من ماروتا اللي متعودين ان هو يعني راجل عارف دايما يقول الكلام الصح وتصريح الصح. كان في ارنستو بليجريني احد طبعا رؤساء انتر التاريخيين، وكان في عشفه وكان جات له كلمه ماروتا المدير التنفيذي الانتر وقال لو تاخدوا بالكم انا مش بقول الكلام ده طبعا بذكاء منه وعايز يحاول يهدي موجه الغضب، يقول ان الانتر ممكن يرجع السنه دي، قال احنا نفس النقاط اللي محققها انتر لحد دلوقتي هي نفس النقاط اللي حقق انتر في موسم الفوز بالدوري مع كونتي. صحيح. مع تسجيل 3 اهداف اكتر للانتر. هايل. بس ده كونتي. كونتي؟ ده كونتي. ده كونتي طبعا. طيب ناحيه ثانيه عايز اسالك طبعا على نابولي، نابولي السنه دي حلو، سباليتي سباليتي يعني سباليتي. مدرب كبير اكيد بيعرف يتعامل فعلا مع اي مجموعه من اللاعبين، عنده عناصر عظيمه، عنده اسم من اللعيبه الكبيره جدا، عنده لعيب كمان كبير قوي مش عارف اسمه جورجي اللي مش عارفين فيتشي كفارتسخيليا. انت عارف انا بصيت لك ليه؟ كنت لسه هقول لك ايه؟ ميزه محمود ابو الركب. ما تقول انت الاسم يا محمود. انا هقول لك بس ميزه محمود ابو الركب العبقريه في التعليق، انا هقول لكم حاجه بامانه يعني هو ممكن اول مره يسمعها مني. ممكن انت تحب معلق ممكن ما تحبش معلق، المعلق ده عامل زي المطرب انت براحتك حسب مودانك تجيب معاه. بس ميزه محمود اللي اكيد تميزه عن اي معلق اخر انه اسمع منه اي اسم لاعب اجنبي هتسمعه بوضوح جدا، عشان كده رحت بصيت اول ما قلت اسم اللاعب فرحت بصيت لمحمود وانا عارف ان هو هيبقى عارفه. بص انا عايز اسيب عايز اسيب الفرصه لمحمود شاكر انه يتكلم عليه. لا هو اسمه سهل جدا بس يعني محتاج ان انت بوليفونيك كفارتسخيليا. اسمه خفيتشيا كفارتسخيليا. خفيتشيا كفارتسخيليا تمام. ده تقدر تقوله هو. ده لعيب لازم تحفظ اسمه لانه غالبا هيترشح لبالون دور. ده عظيم قريب لاعب عظيم. والصدفه كمان كان ليها دور كبير جدا انه يجي ايطاليا تحديدا. انا لو تسمح لي اخلي مفيش لا لا بالعكس خلاص دوري ايطاليا احنا قاعدين من درد لا ونرجع لمحمود. خلي محمود يليد لكن انا عندي تعقيب على موضوع انتر وعندي تعقيب على نابولي. طيب انا قبل ما اتكلم على نابولي برضه عاوز اتكلم على الانتر وعاوز اتكلم على اليوفي. الازمه اللي في الانتر واليوفي، اليوفي دخل السنه دي ممكن يكون الميركاتو بتاعه كان كويس الى حد ما، جايب ناس كتير قوي فري ترانسفيرز، جايب لعيبه ممكن يكون الاسامي بتاعتها كبيره. شفنا طبعا ان هو انتداب انخيل دي ماريا، شفنا طبعا انت ده مثلا في الاخر جابوا باراديس، شفنا برضو بول بوجبا ولكن قابلهم سوء حظ كبير جدا. بول بوجبا يا دوبك اول ما جه راجل ما لعبش ما لمس اصلا الملعب، الراجل قعد على طول شكله بنسبه كبيره ان هو مش اكيد مش هيكون موجود في كاس العالم. نفس الكلام انخيل دي ماريا كان مصاب، لعب بقاله مباراتين فقط، اول مباراه نزل بديل، المباراه الثانيه اضطرت فيها في الشوط الاولاني. باراديس جه متاخر يا دوبك قبل ماتش البي جي، زائد ان أليجري في مشكله كبيره جدا. انا من الناس المقتنعه جدا بأليجري ان هو مدرب كبير جدا طبعا. وفي الوقت اللي كانت انديه اسبانيا وانديه انجلترا وبايرن ميونخ عندهم قوه شرائيه كبيره جدا وعندهم سوبر ستارز، الراجل كان بيقدر يجاري الناس دي في الشامبيونز ليج وراح فاينل تشامبيونز ليج، كان رقم صعب جدا اليوفي في الشامبيونز ليج. ولكن في مشكله مع أليجري زي ما يكون في حصل لوك، في مشكله بقى في عدم ثقه ما بين جماهير وما بين أليجري. طب هيمشي الراجل الشرط زي بتاعه كبير جدا، طب هل الراجل يقعد؟ بس لو قعد المركبه هتغرق اكتر من كده. فدي مشكله اليوفي عايزين لو كان في سوء توفيق بنسبه كبيره. الانتر برضو مش هطول فيه كتير طبعا بعد ما ياسر قال عنه كل حاجه، ولكن برضو يعني الانتر لحد ما افضل. الانتر عنده مشكله ان هو اول يا كريم خد الدوري راح فرط في اهم اللعيبه عنده، زي ما راح باع لوكاكو بعد كده جاب لوكاكو تاني. عكس الميلان، الميلان اول ما كسب الدوري السنه اللي فاتت ما فرطش في اي حد غير فرانكيسي. فرانكيسي هو الوحيد اللي ماشي، كان عقده خلاص انتهى. وطبعا برشلونه وفري ترانسفير، هو اصلا يحافظ على واحد ميلان يعني حافظ على رافائيليا، يعني دي اهم صفقه عنده السنه بالظبط. انما الانتر ماشي السنه قبل اللي فاتت، مشكله في انتر في السنه قبل اللي فاتت مع انه السنه اللي فاتت كان بيحاول في الدوري ولكن ماشي اهم اللعيبه عنده. عصيب. فنابولي بقى
سباليتي من المدربين العظام جدا اللي انا بحبهم جدا على مستوى الشخصي، لان هو طور محمد صلاح، ودي ميزه مدرب بيقدر ان هو يتعامل نفسيا كويس قوي مع النجوم ويطور فيهم. سباليتي عامل على مستوى الاداء وعلى مستوى طبعا نابولي عامل نتائج خرافيه، واتلانتا بعده على طول. انا يمكن اخد ماتش نابولي ليفربول، هو بالنسبه لي هو ده كان الماتش البوم بتاع سباليتي، ان يكسب بالطريقه دي، وعارف ان ليفربول دايما بيلعب هاي لاين وبيبقوا الاثنين واقفين على خط نص الملعب، بان هو برضو اللعيب الجورجي اللي دايما ابو الركب بيقول اسمه اللي انا مش قادر اقول اسمه، الراجل كان متميز جدا في الدريبل، فعامل شكل ومنظومه كبيره جدا مع نابولي. فنابولي اعتقد ان هو ممكن ما ياخدش الدوري، ولكن هو اكيد من التوب فور، والاستمراريه بتاعت ان هو ياخد الدوري دي ولا لا، اعتقد يعني لغايه نص الاولاني يعني لغايه نص الموسم بالظبط اقدر اقول لك نابولي ممكن يعمل. كلمه معاك يا استاذ محمود. طيب بص ثلاث حاجات سريعا، انا مش شايف ان الانتر عنده مشكله ومش شايف ان اليوفي عنده مشكله، هتكلم عليهم بس عايز اتكلم على نابولي بعدين نقول ميلان حاجه صغيره وبعدين نلم بقى القصه بتاعت الدوري الايطالي. ماشي نابولي ونا بس بادي حته لجوزيه مورينيو عشان ده حبيبي مش هنسيب اس روما برضو في النص. لا بيلا روما بيلا روما دايما. نابولي اوعى تتخدع في لوتشيانو سباليتي، مشكله لوتشيانو سباليتي الازليه انه المدرب اللي بيعمل تطوير للمواهب، المدرب اللي بيجيب لعيب عنده بوتنشال انه يبقى نجم كبير ويخليه نجم كبير فعلا ويثقله المواهب، لكن دايما بيحصل له فلوب اوف ذا سيزون. هم دايما في ايطاليا عندهم نقطه انه سباليتي لازم يتصاب او يتوقف في شهر يناير، لانه دايما بيوصل متفوق جدا بفريقه ايا كان، روما انتر نابولي، يوصل للنص الثاني من الموسم ويبدا السبحه تتفرط وتنزل كحبات الخرز. السنه دي في ميزه كبيره جدا عند نابولي، ان نابولي ما بقاش ال 13 لعيب، نابولي بقاله 3 سنين حتى السنه اللي كان موسم 17 تقريبا اسر اللي كان بينافس اليوفي كل بالي سجل هدف في نفسه في اخر لحظات، نابولي دايما 13 لعيب، ميرتنز انسينيا وماريك هامسك مثلا، ويبقى قدامهم فيرويد وبعدين يتصاب منهم واحد ما يقدروش يعوضه، فيبدا الدوري قوي جدا، يدخل نص الموسم باداء مشرف، بعدين تبدا الاصابات وضغط المباريات والشتاء يجي واصابات العضليه تيجي سوء الحظ يجي فاضي. يعني مثلا اركاديوس ميلك نابولي قاعد يحاول مع ملك انه يخليه المهاجم الاساسي والبونتا الاساسيه لنابولي كتير، ثلاث سنين اربع سنين مش عارف يستفاد من صليبي لصليبي لصليبي، الراجل جه ما جه مع اليوفي في اربع ماتشات جاب خمس اجوال، فهي بتبقى حظوظ. فدي النقطه اللي موجوده السنه دي، مفيش كده السنه دي، بقى فيه فيكتور اوزمن كراس حربه عظيم قوي جدا سريع جدا عنده لياقه بدنيه استثنائيه، وبعدين حصل هاك في الكوره بطريقه او باخرى، جابوا جاكومو راسبادوري وجابوا سيميوني، فبقى اللي حاصل ان مركز راس الحربه اوزمن يتصاب السنه اللي فاتت يروح بطوله افريقيا نابولي كلها تزعل. السنه دي اوزمن مصاب محدش حاسس بيه في ماتش الميلان اللي هو مواجهه القمه بتاعت الدوري، جاكومو راسبادوري سيميوني حسموا الموضوع صح. زائد الحاجه العجيبه جدا اللي يعني ما تعرفش طلعت منين من اين لك هذا، خفيتش كفارتسخيليا لعيب عنده قدره عجيبه، انا من ساعه ما كان كاكا في الدوري الايطالي، بص كان في مقوله بتتقال دايما في الدوري الايطالي ان كاكا هو اسرع كائن حي يركض بالكره، يعني كاكا لوحده هو بيجري كده مش سريع صح. لكن كاكا الكره تحت رجله مش هتعرف تجيبه وبالذات في ايطاليا مفيش الا اثنين جريوا بالكره في ايطاليا اثنين، ديجو ارماندو مارادونا ريكاردو كاكا، جري حر يا كريم، انا بقصد ان جري حر حر، يعني حتى رونالدو نازاريو داليما وشيفتشينكو والمهاجمين العظام ما كانش الستايل اللعب على قد ما كان المهاره او القدره في الفينش على المرمى صح. كفارتسخيليا بيرجع الايام دي تاني، عنده قدره قوه انفجاريه كبيره جدا، عنده بيلعب بكلتا القدمين، بيصنع لعب، بيتحرك، لياقه بدنيه عاليه، فنابولي السنه دي فريق مرشح جدا جدا انه يروح. ليه مباراه ليفربول خرجت بالشكل ده؟ لانه زي مثلا محمود اتكلم ليفربول بيلعب دايما ضغط عالي و بيسيب مسافه حوالي 30 35 يارده ما بين اخر سنتر باك وحارس المرمى بتاعه. هي. لما تسيب ده مع فيكتور اوزمن وتسيب ده مع كفارتسخيليا وتسيب ده مع هيرفينج لوتزانو وبوليتانو لعيبه راس مالها الجري في المساحات الفاضيه، طبيعي جدا الكاونتر اتاك تبقى جامد برضه يا محمود طبعا، زائد ان فيها هجمات مصيبه يعني. زائد ان في طريقه مشهوره جدا في ايطاليا سباليتي بيحب يلعب بيها جدا، بيقول لك جوكو الا ايطاليانا، جوكو الا ايطاليانا، العب بالطريقه الايطاليه. يعني العب بالطريقه الايطاليه، عارف الكلام البلدي، العب على قدك. ايوه انت لو عملت سيرش كتبت زونا ميستا هتلاقي ان الطريقه دي اتطورت في ايطاليا جدا من موسم 86 حتى من بعد ما برونو كونتي كاس العالم 82 مع زوف، وبعدين ابتدت الطريقه تتطور فبقى كل الطلاينه يلعب على قد امكانياته، عندك سرعه العب على سرعه، عندك كاونتر اتاكس العب على كاونتر اتاكس. فالموضوع بصراحه مع نابولي فرقه ممتعه جدا، فرقه جميله انك تحب انك تتفرج عليها، فاز على الميلان بطل الدوري في سان سيرو في مباراه قويه جدا، نابولي في صداره الدوري الايطالي،
الدوري الايطالي العظيم اللي رجع تاني من اجمل المسابقات، لانه اتفرج على المركز من الاول لحد يمكن السابع فرق بونت او بونتين ما بين كل مركز. عاوز اخد حاجه على كفاره السخليه بتاع نابولي ده، عارف كريم ده جاي هو اصل اسمه رخم جدا. فبقول بقولك ايه، احنا لما هنخش في اللعبه ان شاء الله اول لعبه معانا النهارده هتقولها 10 مرات. برافو عليك، اللي هيقول 10 مرات هيكسب كده كده. محمود يعني مبروكه بكسب، فنلعب احنا مع بعض. انا عاوز اتكلم على قيمه التسويقيه بتاعت جاي ب 10 مليون من الدوري الجورجي، وانا اللي مستغرب برضو البوتنشال. جاي من الروسي، جاي من الدوري الروسي، سوري من الدوري الروسي. انا بتكلم كان هو لعيب جورجي جاي بالرقم ده، وبياخد كام في السنه؟ بياخد مليون 200 او تعرض الدوري ولا الحرب ما كانش عقده اتلغى. هو طبعا هو بقى فري ايجنت، لان بياخد كام بقى في السنه مثلا؟ مليون 200 مليون 400. انا شفتها على ترانسفير ماركت، مليون 200 او مليون 400. يعني مش هنقارن الارقام اللي تدفع في مصر. ده اللي انا بكلمك عليه. انت متخيل لعيب ممكن لعيب التوب في الدوري المصري بدون ذكر اسامي او اثنين لعيبه في الاهلي والزمالك بياخدوا زي الراجل ده، وبيلعب في الدوري الايطالي ومكسر الدنيا، وعنده زي ما محمود بيقول لك عنده بوتنشال، وعنده. والغريب ان هو ما لعبش في تنافسيه كبيره قوي ان هو ينزل في الدوري الايطالي بالقوه دي ويلعب قدام ليفربول بالطريقه دي. صفقه اول نقطه اعتراضيه، انا عارف ان هي بهبط بيها الحوار، وانا عارف ان الحاجات دي بتبقى دمها تقيل في وسط الحوار جد وحلو زي ده، بس مثلا احنا لو عندنا نادي في مصر هيتفاوض مع اللاعب زي دوت في مصر، كل الاعلام وانا كمان معاهم هقول رايحين نجيبوا لعيب من جورجيا. يعني يا جماعه برضو هل عليكم برضو فين اللعيبه بتاعت غانا وفين اللعيبه بتاعت السنغال؟ ايه روما جوزيه مورينيو، هسيبك تقول اللي انت عايزه، بس قول لي كلمه تريحنا عن جوزيه مورينيو. يعني انا الراجل ده بمشي وراه، بلف وراه، بيلففني العالم كله. تمام، ده ونفسي يعمل كومباك لنفسه. ده اسطوره، ده اسطوره. زي ما بروكب كان بيقول، يعني كل حاجه قالها فعلا بتثبت ان بيثبت انها صح. يعني الكلام اللي قاله ساعه التريبليتا، وكلام انه طول ما الحكام مش عارف ايه انتر مش هياخد القاب، وكل الكلام ده كله. النهارده روما بيعمل ماركت عنيف جدا، صح، بيحرك بيه انديه الشمال الغنيه، بيحرك بيه انتر، بيحرك بيه ميلان، بيحرك بيه حتى يوفي. الرهان بتاع ديبالا يبقى برضو، هرجع للانتر معيش يعني ساقطه برضو لاداره زانج بالنسبه لي. يمكن طول الصيف كانوا بيقولوا جاي بالظبط كده، يعني والدته هو قضى معانا شهرين حلوين بصراحه. مش في الفوتوشوب قضى معانا شهرين صور، يعني ما احنا قضينا برضو صور وبوستات وكده. والدته لعبت دور كبير جدا ان هو يخلص في الانتر. ماروتا كان عنده اتفاق شبه شفوي، مره واحده الانتر بيرفع ايده عن الصفقه، وروما بيكون اكثر جديه وبيحصل على توقيع ديبالا. الحقيقه المجموعه كلها، روما النهارده بيقدم كره حلوه. تامي ابراهام احنا شفنا، وبرده حاجه من الحاجات مورينيو بيعملها، هو بيقول التصريح مش عشان يكتسب لايكات كتير ولا ان الموضوع يروح فايرال وكل الناس تشيره، هو بيقول حاجه عارف انه على قناعه انه بعد ايام هتثبت انها صح. لما ابراهام جه قال ساوث جيت وقال لكل المدربين في انجلترا، انا هديكوا هديه مهاجم للمنتخب بيجيب ارقام مش اقل من 15 16 جون في الدوري، وقد كان. فدلوقتي المجموعه دي اللي اصلا كانت مبنيه على فريق شاب، بيليجريني بتامي ابراهام معاهم ديبالا دلوقتي، اعتقد ان الحلول عند روما كبيره جدا، يقدر يخلص في مركز كويس جدا. مش صدفه، يمكن كان فيها شويه توفيق وحظ ان مورينيو يبقى الوحيد اللي اخذ جميع نوعيه الالقاب الاوروبيه باستحداث بطوله المؤتمرات، كان يستحق الفوز ده في روما. اخر حاجه بس على ميلان، هرجع لميلان تاني. محمود كان بيتكلم على خسارة نابولي، مش عايزها، وطبعا محمود شاكر قال لنا كلام كتير على نابولي، لكن ما تخليكش ابدا 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 تنخدع ان ميلان وحش. بصراحه كانوا احسن في ان ميلان وحش، ان ميلان مش وحش خالص. بعدين كل الكريدت وكل الاستحسان او كل الناس بتمدح كابتن كريم بيولي، اوكي بيولي حقق دوري، انتر خسروا فرق بونت، غلطه رادو الشهيره، كل الكلام ده كله انا معاك فيه، لكن حقيقه في ورا الكواليس البطل الحقيقي انا بعتبره، وانا راجل انتريستا وصعب علي ان اقول الكلام ده، هو مالديني. كريم مالديني هو البطل الحقيقي اللي ورا الكواليس. انت النهارده لما بتلعب دور، انا عندي سقف رواتب، هي رهانات عشان نخلص ميلان ويوفي، رهان أليجري محتاج اعاده نظر، نيدفيد بيقول لك انا الكلام في الكواليس في تورين انا لا مش شايف ان أليجري يكمل، ناس بتقول له لا ده راجل ما وصلنا 2 شامبيونز ليج زي محمود شاكر قال، الراجل جايب اكتر من 5 دوري، جايب 4 كوبا ايطاليا، نستنى عليه، ناس بتشوف ان المشروع. والكلام اللي قاله كارلو جرجانيزي في التويته اللي عملها خالد جماهير يوفي كلها يعني ما كانتش مصدقه الريد ده، هو الـ 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 الاحصائيه اللي قالها ان أسوأ بدايه لفريق من 31 سنه هي نسبه الفوز في مباراتين بس من اصل 13 مباراه، مع طبعا الخساره من منزل لسه صاعد. فبالتالي رهانات، انت عايز تراهن دلوقتي عيلة تانية، عايز تراهن على أليجري لحد دلوقتي بالمدرسة دي باللعب ده بالفكر ده، هيبقى الشكل زي ما احنا شايفين. بالنسبة لميلان هو رهان اللي ما خدوش انتر،
رهان على الصغار. كنت لما قال انا عايز لعيبه جاهزه انتر خد الدوري، بس وقع في ايدك او سوري في ارابيزك كمان فريق عجوز جدا. ميلان مع مالديني قال دوناروما ما يكملش، وادى سقف للراتب، واللاعب دلوقتي هو اللي هيبقى ندمان على عدم ان هو ما كملش في ميلان. قدر يحافظ على اسماعيل بن ناصر، قدر يجدد لياو في عز تألقه، قدر يحافظ على اربعه شباب ويراهن عليهم ويصبر عليهم. ثيو دلوقتي واحد من احسن باكات اللي في العالم، اسماعيل بن ناصر، لعيبه كتيره دلوقتي في ميلان. هو اخذ الرهان ده ويستحق ميلان، غير انه كسب الدوري السنه اللي فاتت، انه عنده فريق شاب دلوقتي. انا حاسس ان انا قاعد بتعشى عشوه حلوه والله. عارفين يعني مليان دلوقتي، مزاج المود حلو. خش على البريمير ليج بقى. تعال دوري السوبرمان. طبعا هالاند تمام. دوري الهالاند، انا بسميه دوري الهالاند دلوقتي، مش دوري البريمير ليج. اختراع يعني، حاجه اعجازيه. الكلام اللي شبه هالاند ده انا مش فاكر امتى اخر مره انا شفته بالقدرات ديت بالعمر ده. انا بس بقيس بالعمر بالقدرات دي في نفس التوقيت، الراجل ده رايح لفين؟ الراجل ده رايح ليكسر حاجات كتيره قوي. نخش على الدوري الانجليزي بدايه بمانشستر سيتي. مانشستر سيتي، بسال السؤال واساله لك دلوقتي، هو مانشستر سيتي كان محتاج هالاند اصلا؟ شوف، هو كان ناقص. شوف يا كريم، السنين اللي فاتت دي كلها كان في اجويرو اقوى هداف او اقوى بومبر في الدوري الانجليزي قبل طبعا وصول محمد صلاح. كانت دايما القصه كلها في مانشستر سيتي ان هو فريق يقول لو هم عندهم فيرويد هيفرق معهم بشكل كبير جدا، ده بسبب كم الفرص الهائل اللي بيحصل جوه ال 18 ومفيش فيرويد بعد اصابه اجويرو، او بعد ما اجويرو مشي وهبوط مستواه والقصه دي كلها اللي كانت سنه قبل اللي فاتت. السنه اللي فاتت جابوا خيسوس كان موجود، هو اصلا الراجل بيلعب وينج ما بيلعبش فيرويد، ولكن الراجل كان ولكن جوارديولا كان بيوظفه ان هو بيلعب كفيرويد. وطبعا عارفين ان مانشستر سيتي هو اكتر فريق في الدنيا بيعتمد على فيرويد، بيطلع من بره ال 18 يسحب معاه حد، والاوف بوزيشن الناس كلها تقعد تعمل روتيشن جو والسويتشات اللي بتحصل جوه ال 18. ولكن كان مفيش فيرويد او التارجت مان رقم 9 اللي ممكن يخلص او يعمل الفرق مع مانشستر سيتي. جه انتدبوا هالاند، كانت القصه كلها في تطبيق فكر جوارديولا اللي بيعتمد على الاستحواذ وعلى التنقل بالكوره وعلى الضغط العالي وعلى ان النجوم بتوعه دايما بيبقوا اكتر الوينجرز، على ان انا اطبق افكاري دي ان انا عندي واحد هو افضل تارجت مان دلوقتي مع ليفاندوفسكي، ان انا ازاي اوفق الفرقه كلها ان هي تخدم على هالاند. هالاند لو انت بصيت عليه ممكن ما يكونش اللعيب الممتع، اللعيب اللي تتفرج عليه تقول الله ده مزجني او عمل حركه يعني ما هنيجي في يوم من الايام نقول عليه اسطوره، مش هيبقى ليونيل ميسي بس أكيد. هيبقى اسطوره أكيد. بشكل اخر يعني. ومبابي اللي بيقارنوه بيه دلوقتي كمتعه، لا هو لعيب طبعا احسن منه بشكل كتير على ناحيه المهاره الفرديه. فتيجي تبص على هالاند، هو قوي جدا جدا جدا، وممكن طول الماتش، وحتى اكيد انتوا عارفين ممكن يقعد طول الماتش ما يلمس الكره كريم غير اربع خمس مرات، ولكن ثلاث مرات ممكن يجيب هاتريك يعني كذا هاتريك. معدل خيالي دلوقتي. معدل خيالي وماشي بالارقام دي كلها. وانا قبل السيزون قلت هالاند هو اكبر خطر على محمد صلاح وعلى ارقام محمد صلاح، ده بسبب حاجات كتيره جدا. الراجل العقد بتاعه لسه خمس سنين، الراجل عنده 21 سنه، الراجل البوتنشال بتاعه عالي جدا، وبيلعب في مانشستر سيتي اللي واحد من اقوى ثلاث فرق في العالم دلوقتي، اكتر فريق بيصنع فرص محققه قدام المرمى هو مانشستر سيتي. فان انت تجيب مانشستر سيتي وتجيب لها هالاند جوه ال 18 فهتشوف كم الاهداف المش طبيعي ده. ده مانشستر سيتي. جالك انا بقى في مين؟ في اصحابنا وحبايبنا دلوقتي الريدز. ليفربول السنه دي تايه شويتين تلاتة. انا دايما بطلع اقول انه هيتوه بس مش هيتوه كتير، يعني هو تايه حبه بس الفرقه واقفه على رجلها. القوام بتاع الفريق كويس، حتى لعيب الوسط كويسين، ارطول كمان لما انضم ممكن يفرق مع الفريق. انت مع الناس اللي متفائله لمستقبل الليفر، ولا الليفر مكمل كده في هبوط؟ طيب هقول لك، طبعا ليفربول وكل حاجه، بس مش هرجع لمانشستر سيتي، بس هقول لك التاريخ بيعيد نفسه. يلا، فاكر ابراهيموفيتش قال ايه لما راح برشلونه مع بيب جوارديولا؟ لا فكر. من الانتر. وقع شهيره جدا، ابرا موسم 2009 عمل كل حاجه انه يسيب الانتر. كان متاكد انه الفريق ده مش هيفوز باي حاجه اوروبيه، وقال كده وهو ماشي. ومورينيو قال له اقعد معانا هتفوز بكل حاجه السنه الجايه. فابرا قال له الفريق ده مش هيكسب، وراح عند جوارديولا، وجات اللقطه الشهيره انه في مباراه تشامبيونز ليج، مباراه البركان، كان البركان قايم في اوروبا، والفريق جيب الباص ما جاش طيران، وبعدين ابره بيتغير ومورينيو راح همس في ودن جوارديولا وهو بيتغير، اللقطه شهيره جدا ومعروفه طبعا. تمام.
بعد السيزون ده خرج ابره من برشلونه وقال التصريح شهير كان بيقول على طرد بوسكيتس محمود صح بيقول مش هتكسبه قال جايبين ايه جايبين عربيه فراري تجيبوا بيها خضار انت جايب انت برشلونه تلعب ماتش استحواذ الجيم بتاعك استحواذ وجايب مهاجم طوله 190 سنتي عشان يشارك معاك في الاستحواذ بدل ما تلعب له الكور ده ده الادابشن اللي يعمله جوارديولا دلوقتي لو بيب جوارديولا استخدم هالاند بطريقه ابراهيموفيتش التاريخ بيعيد نفسه وبيني وبين بيب جوارديولا الابطال انا طبعا الناس يعني انت شفت حصل فيك مقلب شرطه انتر طبعا انا بقى شرطه جوارديولا هطلعوا لي امر اعتقال ايوه طبعا لا لا بشوف لا بشوف يعني يعني الموضوع يعني انا مره انا نازل اشتري عيش الصبح لقيت واحد بيقول لي مالك ومال جوارديولا بس الموضوع كان صعب قوي يعني فده الوضع اللي ايه ده الوضع اللي حصل فاتمنى طبعا ان اتفرج على تغيير في عقيده كرويه رغم ان الحاجات دي صعبه جدا جدا ان المدرب يغير عقيده الكرويه بتاعته علشان بس جاب لعيب كويس ماشي طيب ليفربول كل الناس بتتكلم على استقرار ايوه كل الناس بتتكلم على المميزات المدير الفني المستقر لمده 7-8 مواسم كل الناس بتبص على اللونج ران في بعض الاحيان الميزه بتبقى عيب حد يقول لي انت قصدك ان يورجن كلوب وقته انتهى في دورتموند مثلا وقته انتهى في ليفربول شوف فاكر صديقك وصاحبك اللي انت بتحبه مانلو جوزيه طبعا صح كده طبعا مانلو جوزيه كان بيقول لك اكبر عدو لفرق البطوله هو ايه اللاعب نفسه في خلق الدوافع لائحه النادي الاهلي لما اتغيرت بعد 62 مباراه بدون توقف في افريقيا وفي الدوري المحلي اتغيرت على 12 فوز متتالي صح جوزيه قال مش هتاخدوا فلوس المكافئات الا 12 فوز متتالي لانه مش لاقي دافع يخلقه كان اهلي هو زي ما بيقول جوزيه دايما عملنا برشلونه دايما مانلو جوزيه بيردد الكلمه دي عملنا برشلونه افريقيا في الوقت ده كان برشلونه في التوب في البيك صح كده فدلوقتي مشكله يورجن كلوب مشكله يورجن كلوب انه محتاج يخلق دوافع جديده مع فريق ولاعيبه حصلت على كل الالقاب الفرديه محمد صلاح حصل على القاب فرديه كبيره جدا الفلاكشيب بتاع اي فريق كان صلاح ماني حصل على القاب فرديه كتيره جدا وحصل على دوافع كتيره جدا قادوا بلادهم في محافل دوليه فازوا ببطولات محليه فازوا بالقاب محليه فازوا بكل شيء وابتدى النظره يعني اعتقد ان ده العقد الاخير لمحمد صلاح مع ليفربول صح كده واعتقد ان بوبي فيرمينيو نفس الموضوع واعتقد ان فيرجي فان دايك مش قادر يرجع للتوب فورم اللي كان فيها لان الناس اللي اتكلمت على ان فيرجي فان دايك واحد من افضل مدافعين العالم صح هو واحد من افضل مدافعين العالم في هذا الموسم لكن على مدار التاريخ ما تقدرش تقدم 12 13 موسم زي باولو مالديني ولا زي فرانكو باريزي ولا زي نيستا مش تحيز للكره الايطاليه ما تقدرش تقدم كره زي يابستام لا بس بصراحه محمود بيحب الكره الايطاليه يعني لا يعني يعني يعني, يعني بغض بغض بس, بس, بس الكلام مثلا الاجيال اجيال الاجيال ما شافتش الناس دي ففعلا فان دايك راح في حته هو نفسه مش متوقع انا اسف انا اسف انا اسف انا بقى من الناس اللي بتعشق يابستام عشان كمان مانشستر يونايتد صح وبعشق باولو مالديني ده عشق فوق ما تتخيل نيستا كوستا كورتا بالمناسبه انا بحب مدافعين كتير قوي في ايطاليا برافو عليك بس انا برضو ضد فكره تقليل من فان دايك لان انا بشوف ان فان دايك مش بس قدم موسم كويس انت لو بصيت على فان دايك يعني كتكنيك وكاسلوب مدافع وكتفاصيل كثيره جدا فنيه في الملعب مش موسم واحد هو مش شبه حد كمان لعب ثلاث مواسم يعني من اول 2018 هو مش شبه حد يعني مش شايفه انا لا انا شايف انه يتحط ضمن المدافعين العظماء يعني 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 مع احترامي كريم اسف المقطع اتفضل فيرجي فان دايك ولا نيمانيا ماتتش في البيك ماتتش تشيلسي معلش فيديتش انا فيديتش فيديتش طبعا فيديتش في البيك فيرجي فان دايك ولا ريو فيردناند في البيك اما هو بص هو انت عاوز تتكلم على الكونسيستنسي تتكلم على الاستمراريه ده يا جماعه ده مش بس ده مذيع ذكي مذيع ذكي ليه هو راح رمالي بسرعه بتاع مانشستر يونايتد عشان اقول له طبعا احسن من فان دايك فاهم هو طب جون تيري طب بلاش جون تيري لا جون تيري لا 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 انا اقول لك على حاجه فيرجيل فان دايك من افضل المدافعين اللي مستواهم في الثلاث سنين خلى الناس تحطه في الحته دي بس هو بص يا محمود هو قدم ثلاث سنين من اول 2018 لحد لغايه لما جاله الصليبي كان فعلا نموذج يتدرس للمدافعين ازاي الراجل ده غير ان هو بيقطع وغير ان هو ما بيدخلش في الصراعات بتاعه السرعه وان هو ازاي بيحلق بطريقه معينه مع ان طبعا عارف التحليق اليومين دول هو في السيزون السنه دي عنده مشاكل كتيره جدا الجوان بتاعه مانشستر والجوان بتاعه نابولي بس الكونسيستنسي انت بتتكلم على الاستمراريه يتحدى لمده 10 مواسم ولكن هو فيرجيل فان دايك البيك بتاعه او بدا يبقى فيرجيل فان دايك امتى وعنده 27 سنه هي دي قصه تانية خالص بس هو يصنف انا بشوف طبعا ممكن يكون واحد من افضل 10 مدافعين مثلا بس هو مش لا يقارن بالناس انا انا انا, أنا, أنا ما عنديش طبعا اعتراض خالص وما عنديش حاجه ضد فيرجي لعيب كبير جدا ومدافع ممتاز بس انا بتكلم فكره حط بقى الافراد داخل منظومه حط الافراد داخل منظومه واتفرج على فرقه حلو وابدا اتكلم عليها تعرف الفرقه دي رايحه فين هل يقدر يشحن دوافع ولا لا
ولا لا؟ طيب عشان عايز الحق العب بصراحه. يلا جاي العب. يلا بينا. لازم بسرعه اسالك على ارسنال ومانشستر يونايتد مع بعض كده. طيب ارسنال انطلاقه عظيمه جدا، مانشستر كانت انطلاقه في منتهى السوق، وبعد كده اداء مميز جدا، وتحس كده انه الراجل تنهج يعني قدر بسرعه يلم الفرقه ويحط ايده على الفرقه بشكل كويس. ارسنال ومانشستر يونايتد. ارسنال بص انا اقول لك على حاجه، يعني في المهنه دي احنا هتلاقينا بنقول حاجات شارده جدا وما لهاش اي منطق، زي ان احنا ممكن بعيد عن تشجيع الفرق نبقى بنحب مدربين. انا ارتيتا ده من ساعه ما طلع وانا كده كده مقتنع بيه كليا. عارف بمناسبه الكلام ده عشان في ناس يعني مثلا اقول لهم ايه، انا بالنسبه لي جوزيه مورينيو هو اعظم مدرب جه في تاريخ الكوره. حبيبي ده رايي، ده حبي لجوزيه مورينيو. وانا ضم صوتي زي مثلا انا اشوف مثلا انه سين من المطربين ده اعظم مطرب، تيجي تقول لي لا يا عم ده المطرب ده احسن. يا حبيب راحتك، ده قناعتي. ايوه نفس القصه في اللعيبه، يعني لما انا مثلا طب ليه لعيبه، طب ما الالوان ايه احسن لون بتحبه؟ برافو عليك. ليه الاسود؟ لا ده المفروض الاحمر. حد جه قال لي حد جه سالني في لقاء قبل كده محمود، قال لي مين اسطوره اساطير الكوره في التاريخ؟ فقلت له زين الدين زيدان بالنسبه لي. فقال لي وميسي ومارادونا وبيلي يعني هو مارادونا دول وحشين. انا بالنسبه لي بحبحها شويه. انا مش بقول لك بالارقام، انا مش بقول لك، انا بالنسبه لي زين الدين زيدان انا بشوفه ده اهم حاجه حصلت في الحياه. اتفضل. لا مهم جدا ان انت قلته كابتن كريم، ان هو فكره القناعه الواحد بالفتره اللي شافها كل لعيب بيحبه. انا بس كنت بتكلم معاك في حته ارسنال، ان انا الحقيقه ارتيتا من ساعه ما طلع وانا مقتنع بيه مشروع مدرب كبير جدا جدا جدا، نتمنى ان ده يكمل. الفترة اللي قعدها مع جوارديولا افادته جدا، لكن بفلسفته هو. مش بقول لك كده بس عشان اول احتكاك لي لما بقى الرجل الاول او على راس القيادة الفنية فريق زي ارسنال، اول احتكاك لي قدر يكسب استاذه وياخد يدخل خزينة النادي اللي بيعاني، نادي كبير بيعاني انه ما عندوش فقر في جلب البطولات، ارسنال يجيب له الاف اي كاب. مش بقول كده عشان كده، بقول كده لانه فعلا استخدم اللي اتعلمه بيحطه في فلسفته هو. اخذ رهان كبير جدا بانه أرسنال مش هيقوم بفرقة عجوزة أو فرقة الأعمار السنية فيها كبيرة، واعتمد على الشباب وأخذ كل اللوم في كل، حتى التقرير الفيلم التسجيلي اتعمل عن أمازون، كل الحاجات اللي اتسجلت جوه غرفة خلع الملابس كان بيقول لهم اعملوا اللي أنا بقوله، وأنا لو نتيجة اتغيرت أو خسرته أنا هاخد البليم كله أو اللوم كله أمام الصحافة. شجاعة كبيرة جدا من المدرب لسه بينضج. الحقيقة أرسنال أخذ بقى الرهان ده السنة اللي فاتت، وكان في مشكلة واحدة، انه كان قريب قوي او راكب المركز الرابع بلغه الكوره، لكن الحاجه البسيطه اللي ناقصه هذا الفريق عشان يبقى فريق بينافس على البطولات او فريق ناضج كان بتنقصه هو كمان. هو كمان ما وصلش للنضج الكافي، ان لما يجي له مدرب متمرس قوي زي كونتي يقدر في اخر 3 ماتشات واخر 3 جولات يخطف منه مقعد دوري الابطال. حلو قوي. هو اتعلم من ده كويس جدا. النهارده شايفين رد الفعل في الملعب، افضل بدايه للفريق اعتقد ان لم تخن الذاكره سنة موسم 47-48 عملها مدرب اسمه ويتكر، كان مدرب انجليزي مع ارسنال، وطبعا الاسطورة ارسن فينجر في موسم 2004-2005 ان انت تكسب اول 5 مباريات. حلو. يونايتد بقى. فريق يونايتد بقى. نخش على يونايتد. يونايتد قبل الموسم غير يونايتد بتاع دلوقتي. كل الازمات وكل الاضلاع زي ما اتكلمنا على فرق تانية. عائلة الجليزرز وأزمة الدين اللي من ساعة ما اشتروا النادي واستلفوه الدين موجود لحد دلوقتي. كل مباراة كبيرة حتى يورجن كلوب قال لك قبل الماتش لو الجماهير طلعت زي السنة اللي فاتت تعمل مظاهرات هناخد الثلاثة بونت. أيوة حقي بقى. فالراجل كان بيسبق يعني. ففي أزمة طبعا عدم ثقة من جماهير مانشستر يونايتد مع الملاك، ودلوقتي في كلام أنه هيبدأوا يبيعوا النسب أو الشيرز بتاعتهم جوه النادي بشكل متفرق. أزمة المدير الفني، أزمة رونالدو اللي كان فيها يعني القت بظلالها كتير جدا على الفريق وجوه غرفه خلع ملابس، الراجل ده عامل مشاكل، هو نجم الفرقه بس انا مش عارف اشتغل. تنهاج التزم ضبط النفس الى درجه انا مش متخيلها. فعلا مدرب غير انه هيقدم كره كويسه، انا واثق في ده. باين نضج كبير جدا في التعامل مع اثنين لعيبه، واحد منهم نجم كبير جدا والتاني يعني عند البعض ممكن يكون نجم، رونالدو وماجواير. قدر طول الوقت يستحمل ويدافع عن رونالدو في المؤتمرات الصحفيه وياخد كل اسئله الصحفيين اللي بتزنقه او بتحاول تحطه في الكادر، انه الراجل بيقول عايز يمشي هو يطلع يقول لا الراجل قاعد معانا هو مكمل في المشروع، ورونالدو كان بيبحث عن عرض خارجي بالطبع. السنه دي اول ما لقى الفورم اللي هو عايزها او التشكيله او الموازن او جات له اللعيبه اللي كان طالبها، وقال انا عايز 5 لعيبه بس وجات له اللعيبه فعلا طلبها، قدر النتائج تيجي. انا عايز اقول لك اول ماتش كسبه كان في لقاء بعد المباراه من ارض الملعب يا كابتن كريم مع سكاي، كان بيتكلم مع جاري نافل ومع روي كين، كان بيزعق في المايك قال لهم شفتوا انا قلت بانفعال. هو يعني الفوز خلاه تحت ضغط كبير جدا، قال لهم انا قلت لكم، قلت للعيبه لو في سلوك معين واتيتيود وشخصيه في الملعب النتائج هتيجي. ثنائيه كذا كذا منظومه قدر يحققها، منظومه دفاعيه، ثنائيه ليساردو مارتينيز وفاران
مارتينيز اثبتت نجاحها، هيكون امتحان كبير جدا قدام هالاند مدى صلابه المنظومه دي. بس هقول لك حاجه، اتفضل. انا عاجبني قوي التحدي بتاع مارتينيز اصلا، عشان ناس كتير قوي انتقدت فكره كسر القامه عنده، وهو من اكتر اللعيبه في الاستاتستكس بتاعته اللي بيعرف ياخد كرات هوائيه، وهو لاعب قوي جدا. ماريزي كان طوله قد ايه؟ طب بس طب بلاش طب هات واحد من مانشستر، ما احنا هنلعب انا ملحد الايطالي. ديليس ايروين، برافو عليك. ديليس ايروين كان ايه؟ كان اللاعب المشهور انه بيغير، انه بيغطي. ديليس ايروين كان باك ليفت طبعا، سيرجيو باكي وجاري نيفل كان باك رايت، والاثنين كانوا باكات. بس هو لا، بس ديليس ايروين كان مشهور بحاجه مهمه جدا، انه من اكتر اللعيبه اللي بيعمل كليرنس من جوه 6 يارده طبعا. اقرب حاجه بس ختاما، اقرب حاجه ختاما كابتن كريم. انا فاضل لي 9 دقايق وعايز العب. طيب انا بس عاوز اقول حاجه بسرعه، لازم ارجع العب. طب خلاص يلا، اتفضل. لا قلت عاوز بس اعلق تعليق معين على تين هاج وعلى ثوره مانشستر يونايتد اللي حصلت. القصه كلها هي كانت ثوره فنيه بشكل كبير جدا. اول ما هو قعد الاربعه اللي كانوا بيلعبوا بالخط الخلفي كله، غير لوك شو ومالاسيا، وطبعا شال ماجواير، وفاران كان مصاب السنه اللي فاتت، كان بيخش على من شكل الثاني، واليمين برده شال خالص، وان بيساكا سيء جدا وجاب مكانه دالت. اول ما غير الاربعه دول وغير طريقه اللعب تماما، هو بيحب ان هو يطلع بالكوره من تحت، ولكن عنده مشكله ان ماجواير مش بيعرف يلعب بالكوره من تحت. وفي نفس الكلام برضو الجون اللي هو دخية بيخطا اخطاء كبيره جدا، وشفنا الكلام ده في ماتش برينتفورد. فاللي انا عاوز اقوله ان الثوره اللي هو عملها دي، ان هو غير خط الدفاع وعمل طريقه لعب معينه، ان هو بس يعتمد على صانع لعب واحد، على اثنين صناع لعب، اريكسن في خط قدام ال18، ويبقى الدبل باس ما بينه وما بين برونو فرنانديز عشان يوصلوا مانشستر يونايتد في كونتر اتاك. وده اعتقد اللي هتبقى الطريقه اللي هيلعب بيها مانشستر يونايتد مانشستر سيتي في الدربي. مفاجأة بقى بالنسبة لي كانت ريكسن، يعني ريكسن بالنسبة لي هو مانشستر يونايتد مفاجأة. مانشستر يونايتد كان بيموت في اثنين مدربين ردوا الروح في اللاعب ده، انه يبقى لعيب كورة عظيم او يكمل في الكورة او يبطل كورة. كونتي في انتر صح، وصبروا عليه، ودلوقتي تنهاك في مانشستر يونايتد. لا لا انا مش متفق كمان عشان قصة احنا عايزين نلعب بس انا مش متفق على دي. كونتي ما صبرش على كريستيان اريكسن. كرة القدم دائما ما تعطيك فرصة للعودة. كريستيان اريكسن كان لعيب مكروه جدا لانطونيو كونتي، لحد كرة ميلان يا محمود، مش اجريسيف لحد فاول ميلان في الدقيقة 91 في كوبا ايطاليا في مباراة ضد الميلان، سجل هدف الفاول. كورة جول. بص ما ده كلام برضو بنقوله يا كريم لكل اللعيبه، للبراعم، للناشئين، للعيبه الصغيره. بس هو لعيب طول عمره خجول كده حتى. طيب في توتنهام خمس دقايق، صبر عليك خمس دقايق. قولوا لي بسرعه لعيبه طليان لعبوا في الدوري الانجليزي، قول واحد. جان فرانكو زولا. الله ايه ده، انا سهل كنت اقول زولا يا عم. انا عايز السهل. ما كده ما كده مانشستر. يلا بينا، برافو عليك. دارميان. دارميان امان 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 ابيض ابيض. في واحد يا جماعه ده كان لازم يبقى اول واحد، بالوتيلي. صح سيتي. طيب احنا لسه فابريزيو رافينالي. ده هيودينا في داهيه. يلا بينا. انا عارف زينا. مين انت قلته ده؟ رافينالي. هو يقلب التيشيرت وساثامبتون. رافينالي العجوز ابو شعر ابيض. واحد. لا خش على شكل، خش على شكل، خش على شكل. دي مزوف ولا ما لعبش هناك؟ لا لا لا. اسمه ايه؟ مس ايه؟ ماسكول بتاع نص الملعب اللي كان بيلعب ابو شعر طويل ده، اسمه ايه؟ كان اسمه ايه؟ نسيت. لعيب ايطالي. جيانلوكا فيالي. فيالي. جورجينيو. يلا بينا يلا بينا. مين تاني لعيب ايطالي؟ وقعت مني. انا هحل كله. ما انت جاي خلاص كده. انت شفت اللي جابت اللي فيه قفلت يعني. طيب انا بسالك سؤال، مين يسال سؤال؟ حد عنده سؤال ولا كمل؟ انا عندي سؤال. يلا. اثنين لعيبه يونانيين لعبوا في الدوري الايطالي. اثنين لعيبه يونانيين لعبوا في الدوري الايطالي ولعبوا في انديه كبيره جدا في الدوري الايطالي، واسمهم سهل جدا ان احنا نقوله. مانولاس. لا، لعبوا جنب بعض في فرقه واحده في الدوري الايطالي، فرقه كبيره. فرقه كبيره. بعد اليورو. بعد اليورو 2004. انت طلعت معاه. ايه انت معاه؟ لا اصل اليونان ما طلعتش لعيبه غير اللي في اليورو يعني. صح. انا ولا فاكر ولا اسم لاعب يوناني. الفيرو بتاع اليونان رقم 9 بتاع كريستيانو رونالدو. كريستيانو ما راحش. لا ما راحش الايطالي. طب مش كارجونيس، هما اتنين مساكين كمان. بس دي اسئله صعبه قوي. مش صعب ولا حاجه يا. شفت انا اديتك سؤال عامل ازاي؟ كرياكوس بابا ستاتو بولوس وكوستاس بابا دوبلوس. طب انت فاهمني اقولهم ازاي؟ شفت يا ابني عليك ده ليه؟ بيعذبنا يا كريم. انت والله جاي بيعذبنا. السؤال التاني اتحدى بيه محمود ابو غيره. انا اتحدى بيه بس ما تصعبهاش علينا، سيبنا نلعب. ماشي انا مصمم ان هم يقولوا خفتش دي عشان قبل ما نمشي يبقى قلناها برده. لا يعني مايند يور تايم. ماشي اظبط وقتك. انا عندي له حاجه سهله بالنسبه لي محمود، عشان الجنسيه دي دايما بتجلي مع انتر. مش ماشيه معانا خالص. كام لعيب فرنسي لعب في انتر؟ لا مش كام لعيب بقى يعني، كام لعيب. طب يسمي لنا خمسه. نقول فرنسيين ده يسمي لنا خمسه صح كده. خمس لعيبه. واحد قول واحد. لا كل واحد يقول واحد. دالمات. ماشي. فيرا. ماشي. ماشي مش عارف. ماشي اتفضل. يوري جوركايف.
جورج كيف طبعا ده انت قديم قوي. جورج كيف 98 كمان كاس عالم ده. بيابياني يا راجل يا راجل للاسف. طب هات بقى كابتن الفرقه اللي شال كاس العالم في 98. استنى بقى لحظه شال كاس العالم في 98 لوران بلان. يا نهار ابيض يا نهار ابيض لعب بقولك في انتر. يا نهار ابيض معانا في انتر. طب بص احنا على الهوا. طيب ماشي بينك بقى. طيب دقيقتين فاضل دقيقتين. خفتشك فارتس خيليا خفتشك فارتس خيليا خفتشك فارتس خيليا خفتشك فارتس خيليا خفتشك فارتس خيليا. مش لاعب نابولي. يلا خمس مرات خمس مرات لازم تقول. لا تقوله مفيش لازم تقوله. لا كده واحده. لا خفتشك فارتس خيليا قسمها خفتشك فارتس خيليا خفتشك فارتس خيليا خفتشك فارتس خيليا كمل انت بس. لا خمسه يا باشا هتقولهم خفتشك فارتس خيليا سنه محمود فارتس خيليا خمسه اهو. لا لا ده سلام ونص ده واحنا بنتكلم قال اثنين و طب قول اول فاسم بتاعه خفتشيا خفتشاك فارتس خيليا. ايوه تمام طبعا الكلام ده اللاعب دوت على لاعب نابولي الكبير جدا بس لعيب مش حاجه وحشه اللي احنا مش عارفينه. خمس مرات خفتشيا كفارتس خيليا. والله والله الله فارتس خيليا خفتشيا فارتس خيليا خفتشيا فارتس خيليا خفتشيا فارتس خيليا. السؤال مش قوي يعني السؤال السيده والدته والسيد والده كانوا بيتبولوا في البيت يقولوا ايه؟ اكيد في اسم ده كفاره. خلي بالك انا كان معلقنا الكبار طبعا وانت عارف كان يقول لك مثلا اسمه خفشيا. فاكر فاكر يعني خفشيا اسمه هنسميه خفشيا الله يرحمه كابتن بطل طبعا اسمه ايه ده بالركن؟ اسمه باستيان شفاينشتايجر. يبقى باستيان بقى مشيها يعني انت بتقول والله علق على ماتش الاهلي وبايرن بتاع اللي كان في قطر. والله العظيم نورتوني بجد. كان نفسي اللعب يبقى اكتر من كده عشان اللعب زي ما انتم شايفينها كان هادي. بس انا المره الجايه احضر اسئله لابو ركب عشان هو حلو ان انتم النهارده خليتوا الحلقه حلوه قوي. شكرا لك عشان المره الجايه نزنقوا لنا بقى. شكرا لازم شكرا احضر له حاجات المره الجايه خطير بصراحه. ما شاء الله مش هتعرف يعني مش هنعرف نجري. احنا يعني نلعب معاه كده من بعيد لبعيد. شرفتوني نورتوني. ده كان ختام حلقتنا النهارده من رقم 10. يا رب تكونوا استمتعتوا معانا. اشوفكم يا رب على خير.